impossible to impossible، اروع وابدع واقوى ما قيل في علم التطبيل والنفاق وتملق الحاكم. كامل الوزير فريق جنرال قائد من قادة السيسي، رباه وعلمه ولمعه وأغدق عليه الأموال والمناصب حتى أتحفنا بعبارة ساخرة: ستلاحق السيسي وكامل الوزير ومن على شاكلتهم أبد الدهر. شمس يعني صن، وبحب إيفريون. تعليم اللغة الإنجليزية بهذه الطريقة في المدارس تفرز وزيرا وقائدا عسكريا من عينة impossible to impossible. هي نفس الطريقة التي تحدث بها السيسي سابقا قائلا زين I want to check hand you، وهي نفس الفضيحة التي قامت بها مراسلة اليوم السابع مع ليوناردو دي كابريو عندما سألته قائلة What about your first أوسكار. إنجليزي ده يا مرسي، مشهد شهير بين يونس شلبي وسعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين، يلخص حالة العبث والفهلوة والجهل والاستسهال المصحوبة بنفاق وتطبيل وتملق السيسي. impossible to impossible عبارة لم ترد في أي قاموس للغة الإنجليزية، وانتحر أمامها معجم أوكسفورد، وأنهى بسببها ترجمة جوجل مشروعه الكبير. فضيحة جديدة أثارت سخرية الملايين من نظام يفترض أن عبد الفتاح السيسي وكامل الوزير هم وش القفص فيه يا جماعة وفخر الصناعة العسكرية في مصر. السلام عليكم وأهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين. قبل ما نبدأها بالعناوين، أنا بدعو السيد كامل الوزير والسيد عبد الفتاح السيسي والإمبوسيبل تو إمبوسيبل يجوا بس يحضروا معنا هنا حلقتين، ياخدوا كورس بس يركبوا الإربيس ويسمعوا الأكسنت الإنجليزية اللي أنا بسمعها طول الحلقة لما بيقول لي مثلا في تقرير كذا، في صورة كذا، فاصل مش عارف كذا، لأن الواحد من كتر ما بيسمع ناس بتتكلم إنجليزي لسانه بيظبط يعني. فكمل بيه، أنا بدعوك تضم علينا هنا في آخر كلام، أعمل لك دعوة تيجي تقعد معنا هنا معايشة بس عشان تتعلم حاجة واحدة، إنه مفيش حاجة في الإنجليزي، في أي إنجليزي، في أي أكسنت، في أي معجم اسمها impossible to impossible. فانت بس هتيجي، هندي لك كورس مجاني ودعوه مجانيه واستضافه من برنامج اخر كلام، وانا متكفل بيها سياده الفريق. تعال لوحدك بلاش السيسي، اقعد معانا يومين هقعدك مع الفريق هنا تشوف الانجليزي بيتقال ازاي، تتعلم بيتكلموا ازاي. عارف انت يعني الواحد بيقول ان هو مستواه كويس، بس بصراحه اما بسمع الزملاء بيتكلموا بحس ان انا على راي سعيد صالح يعني بتكلم فيومي. ده مش انجليزي، ده يا مرسي، ده فيومي بالظبط كده يعني. فدعوه للفريق كامل، اتمنى انك تشرفنا عشان الامبوسيبل تو امبوسيبل تحاول تمسحها من ذاكرتك شويه. يلا نبدا بالعناوين. قناه اسرائيليه تكشف عن سر في عمليه العوجه. مصادر مطلعه على حركه الموانئ بضائع مكدسه بقيمه 11 مليار دولار. المتحدث باسم وزارة الصحة: نعمل على تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي بكل قوة. عملية محمد صلاح الجندي المصري في معبر العوجة، الحقيقة تفاصيل مستمرة، كل يوم بيتكشف أسرار جديدة وتفاصيل أكثر. المرة دي الإعلام العبري وتحديدا قناة كان الرسمية الإسرائيلية بتقول معلومة مثيرة للانتباه. تعالوا نشوف قالت ايه. موقع عربي 21: قناة إسرائيلية تكشف عن سر في عملية العوجة وتفضح السيسي. كشفت ان الممر الآمن اللي تسلل منه الجندي المصري محمد صلاح ده كان منفذ عملية العوجة، بيستخدمه جنود الوحدات الإسرائيلية الخاصة في تسللهم الى عمق سيناء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك في اتفاق تنسيق أمني أصلا موجود ما بين السيسي وما بين دولة الاحتلال من 2013 بدعوى محاربة الإرهاب في منطقة سيناء. طيب الكلام اللي بيتقال من الفترة اللي هي من 2013 السيسي اعترف بيه أكثر من مرة أنه كان بيبقى في تنسيق ما بين الطرفين لدخول بعض الأفراد والقيام بعمليات مشتركة. فمعنى كده أنه الجنود والضباط بتوع الوحدات الإسرائيلية كانوا بيدخلوا إلى عمق سيناء لتنفيذ بعض العمليات. الكلام ده قيل قبل ذلك يعني بأشكال مختلفة أنه في تنسيق أمني، يعني مش السطر ده اللي تم النص عليه، لكن في تنسيق أمني وفي عمليات مشتركة. طيب
قناة كان الرسمية الإسرائيلية التابعة لدولة الاحتلال بتقول إيه؟ بتقول إن الممر بتاع الجندي محمد صلاح اللي عدى منه من منفذ العوجة أو من معبر العوجة هو الممر ده أصلا الجنود الإسرائيليين بيستخدموه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ده ممر متعارف عليه في الحركة، يعني في ناس رايحة وناس راجعة، أو لا هو محمد صلاح بس اللي رجع، إنما في ناس رايحة من الأراضي المحتلة لسيناء عشان يعملوا عمليات في الداخل. طيب السؤال اللي أنا عايز أسأله هنا، ليه الإعلام العبري بيحرج رأس النظام المصري بالشكل ده؟ يعني إيه بيحرجوه؟ ما هو لما تطلع تفاصيل زي دي وتقول إن أيوة إحنا عندنا جنود بيتسللوا لداخل سيناء، ما هو الكلام الرسمي إن في عمليات مشتركة، بس أنت بتطلع هنا تفاصيل داخل العملية نفسها، أنت هنا بتطلع تفاصيل وبتقول إن الممر ده إحنا متفقين عليه، ده الناس بتتحرك رايح راجع. طبعا ده ممكن يعمل رد فعل سلبي اصلا على دوله الاحتلال. طيب طالما انتوا يعني في جنود اسرائيليين بيروحوا، فالمفترض ان انتوا متوقعين ان في جندي مصري يعدي زي ما في جنود اسرائيليين بيعدوا. فالحقيقه الموضوع ده اثار علامات استفهام كبيره للغايه، لماذا تحرج وسائل الاعلام العبريه راس السلطه في مصر بهذه التصريحات. نروح للخبر الثاني المتعلق بالموانئ اللي اتكلم عنها عبد الفتاح السيسي امبارح. السيسي امبارح كان بيفتتح محطة طحية مصر في ميناء الإسكندرية، مش كده؟ وكان بيقول لنا ان انا بعمل مشاريع وللأجيال الجديدة وبعمل دولة جديدة وباخد التراب احوله فلوس، وانتم مش عارفين يا جماعة احنا بنعمل ايه والكلام ده كله. بنلاقي موقع المنصة بينشر هذا التقرير بعد ساعات من تصريحات السيسي. مصادر مطلعة على حركة الموانئ، بضائع مكدسة بقيمة 11 مليار دولار. تاني يا زكي؟ تاني؟ تاني. عندنا بضائع مكدسة تاني، لأن ما عندناش دولارات. ثلاث مصادر، الأول في ميناء الإسكندرية اللي كان في السيسي امبارح، الثاني في ميناء دمياط، والأخير بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس. قال إن قيمة البضائع المتكدسة في الموانئ تصل لنحو 11 مليار دولار خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى بداية شهر يونيو الجاري. في أربع شهور فقط في بضائع ب 11 مليار، معنى كده إن إحنا ما معناش 11 مليار نطلع بيها البضائع من الموانئ اللي السيسي كان فرحان بيها امبارح. المصدر الأول بيقول إن القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة في ميناء الإسكندرية تصل إلى 4.5 مليار دولار في الميناء اللي كان فيه السيسي امبارح. طب يا فخامتك، يعني أنت امبارح وأنت قاعد وفاتح صدرك وبتكلمنا عن الجمهورية الجديدة وعن الأجيال وبتقول إن كامل ميزانيته لوحده 2 تريليون جنيه. طب ال 4.5 مليار دول ما نلاقيش معاك شويه فكه؟ يعني 2 تريليون مع كامل لو بس يفك منهم 4.5 مليار دولار يخرج بيهم البضائع اللي هي كانت في المينا جنبك وانت بتتكلم امبارح. يعني عزيزي المشاهد المؤيد لعبد الفتاح السيسي، يا من تشاهد القناه الان على البث المباشر او ستتابع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ان كنت مؤيدا لعبد الفتاح السيسي فانا برجوك تشغل عقلك لممكن لمده دقيقه واحده بس معايا. انت رئيسك كان قاعد امبارح منتفخ وفخور جدا بنفسه وبيقول لك انا بعمل الاجيال الجديده المستقبل، فانت قلت الله عليك يا فخامه الرئيس، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده احنا والله بنحبك يا سياده الرئيس، السيسي مره من هنا يا جماعه، مش كده؟ وبدات تقتنع. طيب في اللحظه اللي هو كان فيها قاعد بيشتغلك وبيقول لك انا عملت وسويت ومين اسكندريه ويا كامل وال2 مليار اللي معاك يا كامل وفرجني يا كامل، في اللحظه دي كان جنبه في المينا اللي هو كان قاعد فيها 4.5 مليار دولار بضائع متكدسه مش عارف يخرجها، لان الراجل اللي كان قاعد بينخى عليك امبارح ما معهوش فلوس. بس فحضرتك يعني لك ان تتخيل الراجل ده بيشتغلك لاي مدى، بيضحك عليك لاي مدى، بيخدعك لاي مدى، قاعد في مكان بيدعي فيه البطولة وهو مزنوق في 4.5 مليار مش عارف يطلع البضائع من المينا اللي هو قاعد فيها. فالخبر ده كفيل انه يهدم اسطورة السيسي ان هو الراجل الناجح اللي بيعمل مشروعات و اللي هيروح يفتتح حاجة جديدة كويس، الحاجة دي بتتكلف مثلا 20 مليار وعنده بضائع في نفس المينا ب 4.5 مليار، فالاولى انه يعمل افتتاح ب 14 مليار وياخد 4.5 مليار يطلع بيها البضائع. مش كده ولا ايه يا جماعة؟ ولا احنا فاهمين الدنيا غلط؟ المفترض ان ده اللي بيحصل يعني. طيب بيقول المصدر الثاني ان قيمه البضائع المكدسه في ميناء دمياط 3 مليار دولار بالاضافه الى بضائع بنحو 3.5 مليار دولار موزعه على موانئ الهيئه الاقتصاديه في قناه السويس. فيا فخامه الرئيس معلش بس لو نعمل فلاش باك ونرجع كده بالشريط لورا، ترجع تاني المحطه امبارح
وبدل ما تقول لي كامل يا كامل معاك 2 مليار جنيه قول له يا كامل معاك 2 مليار جنيه بس نقص منهم 4.5 مليار وطلع لنا البضائع اللي في مينة اسكندرية. نروح للخبر الثالث. المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بيقول تصريح غريب جدا. بيقول ايه؟ نعمل على تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي بكل قوة. ايه ده؟ هي أجور العاملين في القطاع الصحي وحشة؟ الله، هو مش الرئيس امبارح كان بيقول ان احنا يعني بنعمل للأجيال الجديدة ومش حارمين الناس من حاجة؟ هو العاملين في القطاع الصحي محرومين يا معالي الدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة؟ طب ما تيجوا نشوف قال ايه وبعدين نعلق. نتابع. الحوار الوطني انه هيكون هناك جلسات خاصه بالفريق الطبي في والحوار فيه، يعني مش بس اللي اتقال النهارده من زياده الدخل او العائد المادي او الاجور للعاملين في القطاع الصحي، لكن كمان هيبقى في جلسات تفصيليه. لكن نحن نرى من وجهه نظر الحكومه اننا بحاجه الى استمرار في زياده الدخل المادي للفريق الصحي، وده ملف احنا شغالين عليه بكل قوه. يمكن احنا مش بس شغالين على فكره الاجر، لكن شغالين على اجمالي الدخل، وفي خطوات تم اتخاذها لزياده الاجر والمقابل سواء في بدل المخاطر او في الكادر او في بدل الربطيات، لكن في خطوات ثانيه تتعلق بمجمل الدخل زي العيادات المسائيه والعيادات التخصصيه التي صدق عليها السيد الرئيس في المستشفيات، اللي 50% من دخلها هيوجه للفريق الطبي العاملين في هذه العيادات. والله يا سيادة الدكتور أفلح إن صدق. يعني أنا أتمنى كطبيب سابق عمل في وزارة الصحة وكنت طبيب أسنان، يعني بتعامل مع دم وحاجات وفيروس سي وبلاوي سودة، يعني أنا كان بدل العدوى اللي باخده 19 جنيه وما أعتقدش أنه زاد قوي، يعني ما عنديش آخر تحديث بصراحة عشان ما أقولش يعني هم زودوه قد إيه، بس مش متأكد أنتوا زودتوه قوي. فبدل العدوى ب 19 جنيه ده يا معالي الدكتور هيوصل لكام؟ دي نقطة مهمة. الراتب الأساسي كنا بنتكلم من شهر تقريبا وطلع انه حوالي 148 جنيه، هيوصل لكام؟ بالبدلات والمستنقعات وغيره. السؤال هنا للدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة، هل الشغل اللي انتوا بتشتغلوا عليه ده هيقلل عدد الدكاترة الهربانين من مصر؟ وأنا بستخدم كلمة هربانين وأنا قاصد لأنه الدكاترة مش بيبحثوا عن تحسين للدخل أو فرصة عمل أفضل، لا 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 لا، الدكاترة بيهربوا من مصير بشع أنه يتعامل مع الأستاذ الدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة ووزير الصحة، واخد بالك؟ الدكاترة بيهربوا من وشوشكوا، بيهربوا من مرتباتكوا الزهيدة، بيطفشوا، بيركبوا البحر والطيران والبر وأي حاجة تيجي معاهم أو تيجي في طريقهم وبيروحوا يأمنوا مستقبل أفضل، لأن المستقبل معاكوا بقى مظلم. الشغل اللي انتوا بتشتغلوه من 2014 يا فخامة الدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة هو اللي وصل 60,000 دكتور او اكتر ان هم يهربوا ويبقوا موجودين في السعودية، هو اللي وصل نص دكاترة مصر المسجلين في نقابة الاطباء ان هم يهربوا، هو اللي وصل عدد كبير جدا من الاطباء 13 دكتور في اليوم ان هم يستقيلوا من العمل في وزارتك اللي انت بتقول بقالك 10 سنين بتزود الدخل. طيب نداء ثاني ونداء آخر لعزيزي المشاهد المواطن المصري مؤيد فخامة المشير القائد عبد الفتاح السيسي، لو في وزارة صحة بتقولك إن أنا بقالي 10 سنين أو 9 سنين من 2014 بعمل على تحسين دخل الفريق الطبي، تمام؟ ده خبر جميل. وبعدين بتطلع لك النتائج والأرقام الرسمية تقولك إن نص الدكاترة المسجلين في مصر سافروا في الأربع خمس سنين اللي فاتوا، وإن في 13 دكتور بيستقيلوا يوميا في 2022 من وزارة الصحة. حضرتك بتعتبر ده نجاح أم فشل؟ يعني هو بيقول لك أنا بشتغل بقالي 10 سنين عشان أحسن الدخل. فالنتاج ال 10 سنين دول إن نص الدكاترة طفشوا و13 دكتور بيستقيلوا من الحكومة، ها؟ بما أن إذا اتعلمناها في سنة ثالثة ابتدائي، بما أن الراجل بيشتغل بقاله 9 سنين والنتيجة إنه نص الدكاترة هربوا، إذا فالراجل ده فاشل. بس خلاص، يبقى إذن المتحدث باسم وزارة الصحة وزير الصحة والوزير اللي قبله واللي قبله وصولا إلى رئيس الجمهورية اللي مفيش طوبة في البلد ما يعرفش عنها خبر، كلهم مجموعة من الفشل. امبارح في افتتاح محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية تحدث عبد الفتاح السيسي قائلا إنه الناس عايزة تعيش، وأضاف كامل الوزير على حديثه إن الناس عايزة تاكل وتعيش، واتفق الاثنان عبد الفتاح السيسي وكامل الوزير إن الناس لما ما بتعيش وما بتلاقيش تاكل بيسيبك وبيركب البحر. هنا
استيقظنا على خبر مفجع وهو اعتقال 9 مصريين من الناجين بغرق مركب الموت في البحر المتوسط. حادثة بشعة جدا، هي الأبشع من 2010 في مراكب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. اعتقال 9 مصريين في اليونان بتهمة تهريب البشر بعد غرق مركب صيد، وفاة 78 مهاجر في عرض البحر. طيب أنا زي ما اتفقنا وزي ما قلنا، أنا لما بتكلم دايما على قصص المهاجرين وقصص اللاجئين وقصص الناس اللي بتخوض يعني غمار مخاطر ورحلة خطر على حياتهم، أنا هطلب من حضراتكم بس بلاش نتعامل مع الرقم إنه رقم. يعني بلاش وانت بتتفرج عليا دلوقتي تقول 78 واحد ماتوا. لا، أنا أرجوكوا كده ناخد نفس ونفكر، 78 واحد اللي ماتوا دول كان وراهم إيه؟ 750 واحد اللي ركبوا المركب دول حكايتهم إيه؟ إحنا بنتكلم على 750 عيلة، بنتكلم على 750 حكاية، بنتكلم على 750 تجربة مؤلمة، بنتكلم على 750 قرار بأنه البر مش أمان فأنا هرمي نفسي في البحر، فالمية ورحلة الموت دي أكثر أماناً على 750 بني آدم من الوجود في البر اللي هم فيه، سواء مصريين أو سوريين أو من جنسيات أخرى. فأنا برجو الجميع الحقيقة، لأنه أنا على المستوى الشخصي كان ممكن في يوم من الأيام أكون منهم، حضرتك ممكن تكون في يوم من الأيام منهم، خلاص البر بالنسبة لك مش أمان، أنت مطارد، أنت مش لاقي تاكل، وبالتالي البحر والمركب المطاطي ده هو ده الوسيلة الأأمن بالنسبة لك، يمكن تزبط معاك ويمكن تبقى مع 78 واحد اللي ماتوا، 750 كانوا في مركب متهالك. تعالوا نشوف التفاصيل. 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية بيشتبه أنهم من المهربين تم اعتقالهم في اليونان بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، قد يكون أسفر عن مصرع المئات وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ لوكالة فرانس بريس. تعالوا نشوف إيه تفاصيل مركب الموت اللي غرق امبارح يوم 14 يونيو أو أول أمس 14 يونيو 2023. قارب صيد نقطة انطلاقه من مصر، القارب ده طلع فاضي من مصر، ما كانش محمل يعني ناس، حمل المهاجرين من طبرق في شرق ليبيا عشان يوصلوا، غرق قرابة اليونان، كان متوجه لإيطاليا، كانت الرحلة الهدف منها أنهم رايحين السواحل الإيطالية. بيتراوح طول المركب ما بين 20 و30 متر، بيقدر ركابه بنحو 750 شخص. الخبر المؤلم في القصة أنه كان في 100 طفل على متن هذا القارب. احنا بنتكلم على 100 طفل أبائهم قرروا أنه البحر أكثر أمانا لهم من البر، فأنا عندي 100 طفل بقرار ركبوا المركب ده لأنه الرحلة دي كانت بتحمل أمل هم مش لاقيينه على البر اللي هم فيه، سواء الأطفال دول مصريين أو سوريين أو أيا كان. أنا دلوقتي مش بتكلم على مصر بس، أنا بتكلم على قرار الهجرة غير الشرعية، بتكلم على قرار رحلة الموت في البحر، لأنه قرار قاسي. أنا استضفت ناس وأعرف ناس بشكل شخصي، منهم حسان عقاد وهو الآن مواطن بريطاني كان لاجئ سوري خاض غمار رحلة الموت، وحسان استضفته أكثر من مرة وتحدث عن الرحلة اللي صورها بكاميرته وكان بيواجه الغرق في البحر أيضا. فيلم The Swimmers ليسرى مرديني وسارة مرديني موجود على نتفليكس، والناس ممكن تروح تتفرج عليه وتتابعه، هتشوفوا بعينيكوا الأطفال دول وهم راكبين رحلة الموت، هتشوفوا بعينيكوا الأم وهي لازم يحدفوا ناس من المركب، في ناس كانت بتحدف عيالها بعد ما ماتوا من البرد، حدفوهم في المية لأن المركب هيغرق. احنا بنتكلم في قرار صعب، عشان كده بقول لحضرتك أي قصة عن اللجوء والهجرة تعامل معها تعامل مختلف، فكر في اللي وراها، فكر في اللي دفعه أنه ياخد رحلة زي دي. بيقول كمان التقرير أنه النساء والصغار كانوا بمقدمة القارب وظل مبحرا في المياه لمدة أيام. المركب غرق بشكل كامل في من 10 ل 15 دقيقة تقريبا، تم غرق هذا المركب، تم إنقاذ حوالي 100 شخص وانتشل 78. ثانية واحدة، عايزين نقف هنا، تم إنقاذ كام؟ 100 ومات 78، المركب كان عليه كام؟ 750، احنا بنتكلم في حوالي 550 واحد تقريبا أو حوالي 500 شخص مفقودين، احنا مش عارفين هما فين، في 500 حياة احنا ما نعرفش عنها حاجة، أسرهم ما يعرفوش عنهم حاجة، عائلاتهم ما تعرفش عنهم حاجة، ما حدش يعرف عنهم حاجة. هل هم في البحر؟ هل هم تم إنقاذهم؟ هل تم الموج جرفهم مثلا في مكان، قرش أكل، إيه اللي حصل لهم؟ ما حدش يعرف.
طب ال 750 او ال 500 الباقيين دول مين؟ لسه مش عارفين. فانت بتتكلم على ماساه انسانيه هي الاكبر والاكثر ايلاما والاكثر بشاعه يمكن من 2010. هذا الكم الكبير من البشر اللي بيقتل وبيفقد، اكثر الجنسيات اللي كانت موجوده على القارب، وده شيء ايضا محزن جدا ومزعج جدا بالنسبه لي. الراجل اللي كان بيقول لك امبارح ما هو لو ما لقاش اكل وحياه، لو ما عرفش يعيش وياكل هيسيبك ويركب البحر، اهو سابك وركب البحر. هو فعلا سابك وركب البحر، لان اعلى جنسيه في القارب كانت الجنسيه السوريه، تليها الجنسيه المصريه، ثم الافغانيه والباكستانيه. فاحنا بنتكلم على مأساة كبيرة الحقيقة. تعالوا نشوف التسلسل الزمني لغرق هذا القارب، ايه اللي حصل، بدأ الموضوع امتى ووصل لفين. اول اتصال بقارب الصيد كان يوم الثلاث الساعة 2 الظهر، ولم يقدم اي طلب للمساعدة، كان لسه ما حصلش اي حاجة. الساعة 6 سفينة ترفع علم مالطا قدمت الطعام والماء للقارب، بعدها باربع ساعات. الساعة 41 دقيقة صباحا يوم الاربعاء القارب أبلغ اليونان بتعطل محرك السفينة. الساعة 2 صباحا بدأ القارب بالغرق، استغرق 15 دقيقة ليختفي تماما من المشهد. غرق في واحدة من أعمق مناطق البحر المتوسط، وعلى متنه 750 مهاجر. ربنا يرحم اللي ماتوا، ربنا يصبر أهليهم، ربنا يشفي المصابين اللي تم إنقاذهم، وربنا يستر على باقي الناس المفقودين حتى الآن في البحر. قضية مرعبة الحقيقة. من الناس اللي الواحد يعني اتكلم معاها كتير هو ناس من فرق الإنقاذ اللي هي بتعدي على القارب اللي زي دي عشان تنقذهم. الناس دول لما تقعد معاهم وتسمع منهم، وأنا يعني قابلت عدد ليس بالقليل من هؤلاء من مؤسسة إنجليزية هنا بتعمل في هذا في إنقاذ الناس، يعني الحقيقة بتسمع منهم أهوال، بتسمع منهم يعني حاجات صعبة جدا بتحصل في قصص الإنقاذ لما مركب زي ده بيغرق. تعالوا نفتكر مع بعض عبد الفتاح السيسي وهو بيجزم أنه ما فيش أي مركب هجرة غير شرعية خرجت من مصر قبل كده، نتابع. صحيح يا مصر، لم تخرج مركب هجرة غير شرعية، بس أنا عايز أقول نقطة مهمة. كل الهجرة اللي جت لمصر من الدول الأفريقية ومن الدول اللي كان فيها مشاكل وصلت حتى الآن في مصر 6 مليون. 6 مليون مواطن ومواطنة من أفريقيا ومن دول أخرى حصل فيها عدم استقرار. طيب نشوف مجموعة من الصور لمركب اليونان ومجموعة أيضا من صور الناجين في هذه الكارثة الكبرى. دي صورة المركب، لك أن تتخيل شكله والحالة السيئة اللي هو فيها. 750 واحد متكدسين في هذا المركب. احنا يمكن بنعمل زوم على الصورة، ولكن انا زي ما قلت لك لما بنوقف الصورة دي وبنركز فيها، نقف هنا شوية لو سمحتوا، انا عايزكم تبصوا على وشوش الناس وتتخيلوا ما وراء كل شخص فيهم. يعني نبص على واحد واحد اللي انا ما اعرفهمش الحقيقة، لكن نظراتهم ومشاعرهم انا اعلمها جيدا، يعني اعرفها كويس. المشاعر اللي هو حاسس بيها، الأمل اللي بيروح، الطريق اللي كان بيرسم له أحلام حلوة وبعدين بيلاقي نفسه في المشهد ده، زمايله اللي كانوا جنبه اللي فجأة مش موجودين، ما عادش فيه خط رجعة. طب إيه اللي جاي بالنسبة له؟ تأملوا الوجوه دي وفكروا فيما وراءهم من أسر، من عائلات، من اضطهاد، من هروب، من نظام قمعي، من ظروف اقتصادية صعبة. ولذلك هقول تاني، احنا في عهد وفي عصر وفي عالم يعني ما ينفعش بحال ان احنا نتعامل مع قصص الهجرة بانها مات 5، لا خالص يا جماعة، كل واحد فيهم هو حكاية كبيرة جدا وقصة طويلة جدا، لازم ان انت يعني تبحث وراءها وتتفاعل معها. تعالوا نشوف احد الشباب السوريين الناجين من فاجعة القارب وهو بيلتقي بأخيه، نتابع. ايه اللي خلى الشباب دول يوصلوا للي هم فيه؟ ان هناك انظمة قمعية قررت انها تنغص عليهم حياتهم وتسود عليهم مستقبلهم وتحرمهم من تحقيق احلامهم ومن العيش في بلدانهم واوطانهم بسلام وامان، وبالتالي اتخذ هؤلاء قرار صعب بالمخاطرة بحياتهم، ودي النتيجة اللي وصلوا لها. عبد الفتاح السيسي كان بيؤكد قبل كده ان المشاهد دي بتؤلمه جدا وبتتعبه جدا، نتابع. يعني والله يعني انا ببقى متألم جدا جدا لكل شاب وشابة وفتاة وطفل بيعبروا المتوسط
عشان ينظموا علاجات افضل. واحنا هنا في مصر لم نخرج منذ سبتمبر 2016 عندما استطعنا ان نحقق حجم مناسب من الاستقرار والامن. لم نسمح لاي مواطن او قارب واحد يخرج من الاراضي المصريه في اتجاه اوروبا لسببين. السبب الاول حفاظا على ارواح المواطنين دول. الحاجه اللي انتوا لازم تعرفوها ان احنا لما بنعمل كده المواطنين دول بيقعدوا هنا في مصر. المواطنين دول اللي بتكلم عليهم دول اللي احنا بنمنعهم ان هم يسافروا ويقعدوا هنا في مصر. طب احنا عندنا معسكرات للضيوف، انا مش هقول اللاجئين، لكن هقول عندنا معسكرات في مصر للضيوف دي؟ لا، ما عندناش معسكرات للضيوف. السنة اللي فاتت لا تخلو حلقة من برنامج آخر كلام إلا وفيها تقرير من الصحافة الأجنبية أو من مراكز الأبحاث الأجنبية لمختصين في الشأن المصري اقتصاديا أو سياسيا أو في حقوق الإنسان. والحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة بصراحة، لأنه مجهود فريق الإعداد بصراحة لازم أن هو يشكر. أحيانا آخر كلام بيكون هو الوسيلة الإعلامية العربية الأولى اللي جابت التقرير وترجمته واشتغلته قبل وسائل إعلام أخرى، ودي الحقيقة حاجة أنا بفخر بيها جدا وبفخر بفريق الإعداد فيها جدا. من النماذج اللي هنتكلم عنها النهاردة تقرير فير أوبزيرفر والباحث المصري ماجد مندور اللي بيتكلم عن أنه النظام المصرفي في مصر على حافة الانهيار. تعال نشوف ماجد قال إيه في فير أوبزيرفر. أثرت أزمة الديون السيادية المستمرة في مصر على قدرة البلد على حماية بنوكها المحلية المتعثرة. إذا لم يكن الرئيس السيسي قادرا على تنفيذ الإصلاحات قريبا فقد يواجه سيلا من التخلف عن سداد الديون والتي لن تتمكن الدولة من إيقافها. نقف هنا شوية قبل ما نستعرض التفاصيل. اللي متابع آخر كلام قول لي كده، أنت قريت أو سمعتني بقول الكلمة أو الجملة دي كم مرة في آخر 3 أسابيع؟ مخاطر التخلف عن سداد الديون بدأت تكتر، صح؟ أول حد اتكلم عنها كان هنا في آخر كلام برضو في ذكرى ثورة يناير في الأسبوع العظيم اللي كان موجود، كان كله حلقات خاصة، كان روبرت سبرينبورغ خبير الاقتصادي وستيف هانكي في البرنامج هنا لما حذروا من قصة مخاطر التخلف عن سداد الديون، وقالوا أيامها يا جماعة إحنا شايفين إحنا رايحين فين. ويومها سألت روبرت وسألت ستيف إحنا قريبين من لبنان؟ قالوا آه. هل ممكن ان مصر تواجه سيناريو لبنان؟ قالوا ايوه. وايامها خرجت الاذرع الاعلاميه تهاجمني وتقول يا جماعه بيقولوا مش عارف كذا. احنا النهارده بعد 6 شهور من تصريحات روبرت وستيف هانكي مع اخر كلام اهو الكلام كله بيتقال ان احنا في خوف، في خطر من التخلف عن سداد الديون، ودي مشكله كبيره جدا. طيب ماجد مندور بيقول ايه في التقرير ده؟ بيتكلم على النظام المصرفي ككل مش بس على قصه الديون، وبيقول معلومه خطيره جدا عن السيناريوهات اللي دول الخليج عايزاها من عبد الفتاح السيسي او مطالب دول الخليج من السيسي. خلينا نشوف تفاصيل التقرير. طيب البنوك المصريه من اكبر حامل الديون السياديه المصريه. عجز الاصول الاجنبيه للقطاع المصرفي بلغ 24.5 مليار دولار. ضعف الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية هي المورد الرئيسي للالتزامات الحكومية وإنقاذ البنوك، ودي مشكلة كبيرة عندنا في موضوع الاحتياطي النقدي اللي اتكلم عنه عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأخير بالمناسبة، وقال إن احنا بنحاول نبقي على حاجز ال 30 مليار دولار اللي هم ودائع خليجية كلهم بالمناسبة. طيب وجود ما قيمة 11 مليار دولار ما يعرف باسم الأموال الساخنة، ده موجود دلوقتي، لكن هروب هذه الأموال زي ال 20 او 22 مليار اللي حصلوا او هربوا من مصر في 2022 يقول الكاتب سيكون له عواقب وخيمه على الاقتصاد المصري. بعد كده بيتكلم عن انه العجز الملحوظ للحكومه عن دعم النظام المصرفي حاله حدوث ازمه، في عجز كبير جدا، الحكومه مش قادره انها تدعم النظام المصرفي، وده ادى لتفاقم وتعمق ازمه الديون وعدم ظهور اي مساعدات ماليه في الافق، خلاص الاوبشنز مش موجوده. لو تفتكر لما اتكلمت معاك اول امبارح على تقرير جولدمان ساكس بنك الاستثمار الامريكي وقلنا ال 5 مليار اللي جولدمان ساكس قال انه البنك المركزي المصري محتاجهم قبل ما يعوم الجنيه، طرحنا مع بعض سيناريوهات واتكلمنا هيقدر يجيبهم منين؟ هل من دول الخليج؟ لا. هل من صندوق النقد؟ لا. هل من قروض جديدة؟ مش هيقدر. هل بيع الأصول؟ متعثر. هيروح لدول أسيوية؟ حتى الآن ما فيش غير الهند اللي بيقولوا علي مصلحي بيقول فتحت لنا خط ائتمان وبعدين تراجع مع رويترز وقال لا لسه ما اتفقناش على أي حاجة. لكن الجزء الأخطر في تقرير ماجد مندور في فير أوبزيرفر هو حلفاء النظام الخليجيين، يقول الكاتب أنهم اتفقوا على موقف موحد. تعالوا نركز مع بعض في الثلاث شروط الرئيسية اللي طلبتها دول الخليج أو اتفقت عليها دول الخليج
في التعامل مع عبد الفتاح السيسي. لابد أن يمتثل السيسي لثلاث شروط رئيسية أو ثلاثة شروط رئيسية. الشرط الأول تخفيض قيمة الجنيه المصري ما يعود عليهم بأصول رخيصة، والنقطة دي رد عليها السيسي لما قال أنا لو الموضوع ده هيمثل الأمن القومي والمواطن وزعزعة الاستقرار أنا مش هقبل ومش هعمل، والناس سقفت له كلام زي كده. لكن هنا الكاتب بيقول إن دول الخليج متفقة قبل ما تعوم من الجنيه مفيش شراء أصول ومفيش أي حاجة، احنا عايزين نشتري أصول بسعر رخيص. الشرط الثاني تغيير في الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري. لو تفتكر معايا هنا في آخر كلام أول امبارح مقال ممدوح الولي من صاحب القرار الاقتصادي في مصر، ووصلنا لصورة نهائية أنه عبد الفتاح السيسي وأنه هالة السعيد وزيرة التخطيط جزء من القرار، لكن ما فيش المنظومة الاقتصادية والقيادات الاقتصادية. هنا بيقول ماجد مندور أن دول الخليج اتفقت مع بعض أنه لازم تغيير الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري. ممكن الجزء الأول والجزء الثاني مع الضغط يقبل بيهم عبد الفتاح السيسي، لكن الجزء الثالث هو الجزء الخطير وهو الشرط اللي يبدو أن دول الخليج متمسكة بحدوثه، وهو طرد الجيش من الاقتصاد وتحقيق إصلاح حقيقي وبطء برنامج الخصخصة إلى الافتقار إلى الإصلاحات. ليه؟ لأنه إحنا عندنا برنامج الخصخصة مش عارف يعمله والإصلاحات مش عارف يعملها، فهم مشترطين أنه يا عم يطلع الجيش من الاقتصاد عشان نحقق الإصلاح الهيكلي اللي إحنا عايزينه. فدي الثلاث شروط اللي دول الخليج واضح كده وفقا للكاتب في هذا الموقع أن هم اتفقوا على السيسي. قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، واضح ان في اتفاق خليجي انه مش هندعمك، مش هنعمل لك اي حاجه غير لما تنفذ هذه الشروط الثلاث. طيب السيسي من جهته مش ساكت، بيقول ماجد مندور انه عبد الفتاح السيسي بيراهن على ايه؟ بيراهن على الكونسبت الرئيسي في الست شهور اللي فاتوا وهو مصر اكبر من ان تفشل. يا سمعناها كتير قوي في اخر كلام فاينانشال تايمز، في بلومبرج، في ايكونومست، في عدد من المواقع، واتكلمنا عنها هنا مع بعض بالتفصيل. مصر اكبر من ان تفشل، ده صحيح، لكن مصر مش السيسي. السيسي ممكن يفشل لكن الدولة كدولة لا، لن يسمح لها بأنها تفشل. بيقول ماجد مندور انعكس هذا المنطق بوضوح في موازنة النظام للعام المقبل. المصدر الرئيسي للإيرادات العامة سيأتي منين؟ من القروض بحصة تقدر بنحو 49.2% قروض، 35.2% ضرائب من الميزانية. بيقول كمان يفترض هذا المنطق أو يفترض هذا المنطق استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية. هو مراهن إن هم مش هيسيبوني أقع، سواء الخليج، سواء أمريكا، سواء أي دولة، سواء الاتحاد الأوروبي، لا أنا ليا شركاء هم اللي هيفضلوا يدعموني. والفقرة الجاية هنتكلم على الجزء ده، على قصة القروض، إن هو بيقترض من كل حتة ومن كل الناس، لازم يبقى فيه تمويل خارجي، والتمويل الخارجي ده بيبقي على عبد الفتاح السيسي لأنه مقتنع أن مصر أكبر من أن تفشل. رغم أن مصر ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، بيراهنون أن المجتمع الدولي سيتدخل لدرء الانهيار الكامل. يبقى إذن دي وسائل مواجهة عبد الفتاح السيسي للاتفاق الخليجي المتعلق بالعملية الاقتصادية وبتوقف الدعم الخليجي. نقطة الحقيقة مثيرة للانتباه، مين اللي هيصمد فيهم أكتر؟ هل دول الخليج هتجبره على هذا الأمر ولا السيسي فعلا هيخلي المجتمع الدولي يتدخل وينقذ البلد من الانهيار الكامل؟ هنشوف الفترة القادمة. بيختم ماجد مندور التقرير وبيقول أنه لا يواجه النظام أزمة ديون سيادية فحسب، بل أزمة مصرفية أيضا، ودي نقطة خطيرة جدا. العملية بتزداد سوءا يوما بعد الآخر. يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالا مع بقاء أزمة الديون دون حل، يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين. هيكون له انعكاس على حضرتك في الشارع المصري. الإعداد غير المحتمل لخط مبادلة العملات مع الفيدرالي الأمريكي، وهنا إعداد غير محتمل، ولا يوجد حل إلا بحزمة إنقاذ أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي. وده اللي كنا بنحكي فيه من يومين، ايه الاوبشنز او الاختيارات اللي قدام عبد الفتاح السيسي. للاسف الاختيارات محدوده للغايه، للاسف الرجل بيعيش ازمه كبيره جدا متعلقه بانه بينتقل من ازمه ديون لازمه قطاع مصرفي لازمه بنوك لازمه مع المواطنين. عبد الفتاح السيسي في مأزق، لكن يبقى الجزء الرئيسي والخطير اللي ذكره ماجد مندور في تقرير فير اوبزرفر هو اتفاق دول الخليج على الشروط الثلاث لإجبار السيسي على طرد الجيش من الاقتصاد والقيام بإصلاحات هيكلية وتعويم العملة عشان يشتروا الأصول بسعر زهيد.
طرد جديد. وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت الأسبوع الماضي أنه لا مزيد من القروض إلا لهدف تنموي. موقع اليوم السابع بينشر خبر أن مصر تقترض قرضا جديدا بقرار رئاسي. ما هي التفاصيل؟ قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي. نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار. الحقيقة لما قرأنا الخبر حبينا نروح كده نشوف هي إيه الدول والمؤسسات اللي النظام الحالي اقترض منها. فعملنا خريطة العالم. أنا هنا لا أتحدث عن كم الأموال. كم الأموال احنا عارفينه، هو استلم البلد والديون الخارجية كانت 43 مليار، الآن 162 مليار دولار وفقا لآخر بيانات البنك المركزي. وبالتالي أنا هنا مش جاي أقول لك استلف من دولة كذا كام، لا، لأنه ده موضوع محتاج بحث أكثر وتحقيق استقصائي أطول عشان نوصل لكل بلد استلف منها كام. لكن احنا على الأقل عندنا البيانات الرسمية بتقول انه استلف من الدولة دي والدولة دي والدولة دي. تعالوا مع بعض كده نشوف في خريطة العالم من هي الدول التي اقترض منها النظام المصري الحالي. نبدأ بالمؤسسات الدولية. بداية المؤسسات الدولية التي اقترض منها النظام الحالي، اقترض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اقترض من بنك التنمية التابع لدول البريكس، اقترض من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، اقترض من بنك التنمية الإفريقي، اقترض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي هناك في أوروبا، من الوكالة الفرنسية للتنمية، من بنك الاستثمار الأوروبي، من هيئة الصادرات الإيطالية، ومن بنك الصادرات الإفريقي. نحن هنا نتحدث عن ديون اقترضها النظام المصري من مؤسسات دولية، ودي بيانات معلن عنها، يعني دي وفقا للبيانات المعلن عنها. أنا هنا زي ما قلت لك أنا مش جاي أقول هو اقترض من كل وكالة ومؤسسة قد إيه، لكن النظام المصري اقترض من كل هذه المؤسسات الدولية. طيب ماذا عن الدول؟ تعالوا نشوف اقترض من أي دول على مستوى العالم. نبدأ بالدول العربية. النظام المصري اقترض من الإمارات والسعودية، أمر طبيعي، حلفاء إقليميين منذ 2013. اقترض من قطر والكويت والبحرين وليبيا الوديعة الأخيرة في ديسمبر 2022، أعلن عنها البنك المركزي أول أمس. في أوروبا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. إذن هذه بعض الدول الأوروبية والعربية التي اقترض منها النظام المصري أيضا. نذهب إلى دول أمريكا الشمالية وآسيا. النظام المصري اقترض من روسيا، من اليابان، من الصين، من كوريا الجنوبية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن كندا. أسئلة كثيرة حول هذه القروض، حول ضرورة هذه القروض، أين ذهبت هذه الأموال، ما هي الاستفادة التي عادت على النظام على الاقتصاد المصري بشكل كبير؟ القروض دي عملنا بها ايه؟ مشروعات تنموية؟ هل هيكون لها عائد؟ طيب هل في فعلا مخاوف من التخلف عن السداد؟ أسئلة كثيرة في الحقيقة، لأن هذا كم كبير من القروض في 9 سنوات من حكم عبد الفتاح السيسي. دعوني أنقل هذه الأسئلة إلى ضيفي من باريس الدكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث في العلوم المالية والاقتصادية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا، أهلا بكم. كم كبير ونطاق جغرافي واسع اقترض النظام المصري منه. استلم البلاد والديون الخارجية 43 مليار دولار، الآن وصلت إلى 162 مليار دولار. دكتور ما تعليقك يعني في 9 سنوات، هل هذا كم طبيعي، أمر طبيعي أن يقترض أو تقترض دولة واحدة هذا الكم من القروض؟ نعم، بطبيعة الحال عندما يكون هناك بناء لدولة لابد من الاقتراض، ولكن السؤال الرئيسي اليوم هو أين تذهب هذه الأموال؟ نعم. الأموال عندنا نوعين من صرف هذه الأموال، إما صرف هذه الأموال لمصالح استثمارية أو لمصالح استهلاكية. وأوضح هنا، الأمور الاستثمارية هي عندما أنت تقوم بالاستثمار في البنى التحتية وتقوم بالاستثمار في المطارات والمرافق والبنى التحتية وغيرها والجامعات والمستشفيات، وهذا نشهده يعني في مصر. والاستثمار والإنفاق الاستثماري، هذا الإنفاق الاستثماري، يبقى الإنفاق الاستهلاكي. الإنفاق الاستهلاكي عندما يكون المصروف على الرواتب والأجور
والأمور اليومية والأمور الجارية، نذكرها نحن نتكلم عن الأمور الجارية. هذا أمر لا يجب أن يكون، وإذا كان الأمر كذلك فهي أموال تذهب هباء منثورا. فإذا السؤال الرئيسي اليوم، أين تذهب هذه الاستثمارات؟ أين تذهب هذه الديون؟ بطبيعة الحال نشهد في مصر طفرة عمرانية، ونشهد في مصر بناء للبنى التحتية. ولكن السؤال الذي لا أستطيع الإجابة عليه اليوم هو أنه كم هي نسبة الأموال التي تذهب للإنفاق الاستثماري، وما هي نسبة الأموال التي تذهب للإنفاق الاستهلاكي. وهذا أمر لابد من التعمق للإجابة عليه، ولا يعني لابد أيضا للإجابة عليه من التعمق به والشفافية المطلوبة من الحكومة المصرية أو الحكومات المتعاقبة المصرية للإجابة عن هذا السؤال. طيب دكتور، هناك بعض المؤشرات الرسمية ربما تساعدنا في الإجابة، وأنت هنا الخبير، يعني أنا فقط سأستعرض المعلومات. عندما نتابع في مصر أن نسب التضخم في ارتفاع، الأسعار في ارتفاع، نسب الفقر تزداد، 30 مليون تحت خط الفقر و30 مليون آخرين على حافة الفقر، العملة تنهار بشكل كبير في 6 أو 7 سنوات. على المقابل هناك 24 مدينة جديدة ذكية كما قال رئيس الدولة، هناك 60 مليار دولار تنفق فقط على مشروع واحد اسمه العاصمة الإدارية الجديدة. ما أفهمه أن المشروعات الاستثمارية تدر ربح ينعكس على الاقتصاد بشكل عام، ولكن الصورة مغايرة في مصر. ما تعليقك؟ نعم، بطبيعة الحال عندما يكون هناك مشاريع استثمارية لابد من الانتظار وقت قليل يعني الحصول على هذه الصورة ووجود هذه يعني المنافع. ويجب أيضا أن ننظر إلى مصر مثلها مثل أي دولة في العالم. اليوم في أوروبا زادت نسبة يعني نسبة الانفلاسيون التضخم، كما قام المصرف المركزي الأوروبي البارحة بزيادة الرقم 12 أو 13 لمعدلات الفائدة. كانت معدلات الفائدة ناقص، أصبحت اليوم معدلات الفائدة أكثر من 4%، فلأن نسبة التضخم ارتفعت في أوروبا. لماذا ارتفعت نسبة التضخم في أوروبا وفي مصر بطبيعة الحال؟ لأننا عشنا أزمة كورونا، وعشنا أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة الغذاء، وأزمة الطاقة. اليوم علينا الانتظار في مصر، إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه، يعني يختلف الأمر قليلا بين مصر وبين الدول الأوروبية، لأنه في مصر تستدين بنفس الوقت، فأين تذهب هذه الديون؟ هذا سؤال رئيسي. والأمر الآخر، علينا الانتظار بعض الوقت لنشاهد هذه التغيير. إذا لم يكن هناك تغيير في نسبة النمو، إذا ما ارتفعت نسبة البطالة وبقيت مرتفعة نسبة البطالة، إذا ما ارتفعت نسبة الهجرة وبقيت مرتفعة نسبة الهجرة، فهناك سؤال كبير حول نجاعة الخطة الاقتصادية الموضوعة. وربما السؤال الأكبر الذي يسأل هو عن ربما هدر هذه الأموال وربما إنفاقها في غير مكانها. طيب، هنا أتكلم عن عدة أمور. أتكلم عن ربما ولست وليس عندي الدليل، الفساد، عن سوء الإدارة، عن الفشل في الإدارة. سيدي أذكر لك أمر مهم جدا، هو لا. ليس كل يعني فشل في الخطة هو قد يكون فسادا، قد يكون سوء إدارة، قد يكون عدم معرفة، وقد يكون جهل في كيفية إدارة الأمور. وهنا لابد من وضع الرجل المناسب والإمرأة المناسبة في المكان المناسب. قد يكون هناك نية عند النظام المصري، عند الحكومة المصرية، عند الرئاسة المصرية بفعلا استثمار هذه الأموال في مكانها المناسب، ولكن لم يتم اختيار الرجال المناسبين. طيب دكتور، واختيار الخطة. نعم. يعني الإدارة المناسبة، الجوفرنانس، الحوكمة. نعم. والشفافية المناسبة لاستثمار هذه الأموال. طبعا عفوا على المقاطعة، يعني أنت ذكرت أنه يجب أن نصبر ونرى ونعطي الفرصة كي تؤتي هذه الاستثمارات أكلها ونشاهد المردود على الاقتصاد. طيب، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014. الرجل، الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تبشر بخير دكتور. نحن على مشارف السنة العاشرة للرجل الآن قبل الانتخابات الرئاسية. إلى متى يصبر الشعب المصري، وإلى متى يصبر خبراء الاقتصاد كي يعطوا conclusion، يعني أن هذا المسار ناجح أو غير ناجح؟ الموضوع هنا يجب فصل الولاية، ولاية الرئيس المصري، إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل أزمة كورونا ومرحلة ما بعد أزمة كورونا.
كنت تكلمت عن أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية. السؤال الذي يسأل هو ماذا حصل قبل أزمة كورونا؟ عندما كانت يستدين النظام المصري، وأين ذهبت هذه الأموال وكيف ذهبت؟ صحيح. لم نحصل، يعني هون السؤال الرئيسي. يمكن أن نجد أعذار لأي نظام اليوم عن ما حصل قبل، يعني عفوا، من خلال أزمة كورونا إلى اليوم، ويمكن وضع هذه الأخطاء كلها بالأزمة كورونا، ولكن أين الأموال التي قبل أزمة كورونا؟ والسؤال الثاني هي عندما تضخ أموال أنت في المصارف، عندما تستدين أنت تضخ أموال في المصرف المركزي وفي المصارف وفي السوق، فلماذا تضخ أموال طبعا أجنبية، وأذكر والدولار بالتحديد، لماذا نشهد خفض العملة المصرية بالمقابل الدولار؟ هذا سؤال رئيسي لا بد من طرحه على المصرف المركزي بالتحديد، على المصرف المركزي المصري، وعلى المسؤولين على وزارة المالية المصرية، وعلى المسؤولين عن السياسة النقدية بالتحديد والمالية والاقتصادية في مصر. يعني أنا يفاجئني فعلا أن هناك أموال تدخل عبر الاستدانة، وفي نفس الوقت العملة المصرية منخفضة مقارنة وتنخفض مقارنة بالدولار. يعني هذا السؤال لابد من سؤالي، من طرحه على المصرف المركزي المصري، وعلى أيضا الوزارة المالية، وعلى كل طيب المهتمين بموضوع الاقتصاد، يعني المسؤولين. نعم، سؤالي الأخير لك دكتور حسن في الحقيقة عن سؤال المليون دولار الآن، وهو هل مصر ستتخلف عن سداد الديون في هذا العام؟ لأن هناك تقارير كثيرة، آخرها تقرير في فير أوبزرفر استعرضته منذ قليل، يتحدث أن هناك مخاوف حقيقية في تخلف مصر عن سداد الديون، ما رأيك؟ أي سياسة حكيمة لأي بلد تحاول حتى آخر نفس أن لا تتخلف عن الديون. أعتقد أن مصر في وضعها الحالي تستطيع أن لا تتخلف عن الديون، وإذا ما اضطرت إلى، يعني إذا ما وجدت نفسها غير قادرة على تسديد الديون، ستذهب، وأعتقد أنها ستذهب لمناقشة محاورة الدائنين لإعادة جدولة الديون في المرحلة القادمة، لأن التخلف عن الديون يؤدي إلى فقدان الثقة المجتمع الدولي، وفقدان ثقة المغترب المصري، وفقدان ثقة المؤسسات والمصارف الأخرى بالنظام المصرفي والنظام المالي والنظام الاقتصادي المصري. لذلك أعتقد أن مصر ستذهب، إذا ما وجدت نفسها غير قادرة على تسديد الديون، ستذهب إلى محاورة الدائنين حول إعادة جدولة الديون. شكرا جزيلا لك من باريس دكتور حسن عبيد، الأكاديمي والباحث في العلوم المالية والاقتصادية. بكل شكر. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا. أهلا بيكو. الفقرة دي قبل ما نبدأ في الاتصالات ونرجع تاني لموضوع impossible to impossible، أو كما قال الفريق كامل الوزير وزير النقل في حضرة عبد الفتاح السيسي امبارح، هنرجع للقصة دي ونسأل حضراتكم هو إيه impossible، المستحيل اللي السيسي خلاه impossible. فهنحاول مع بعض كده نتعرف على المستحيلات اللي حققها عبد الفتاح السيسي وحولها لأي بوسيبل جميلة بصوت كامل الوزير. لكن قبل ده عايز بس أقدم لكم فقرة بعنوان توأم ملتصق. توأم ملتصق، التوأم ده مش عارفين نفكه من بعضه، ومش عارفين مين فيهم بيقلد التاني، لأن هو في واحد فيهم أكبر سنا من التاني وأقدم منه في الخطابات الغريبة دي. عزيزي المشاهد، أقدم لك التوأم المصري الملتصق عبد الفتاح السيسي ومرتضى منصور. تعالوا نشوف مع بعض خطاب مرتضى منصور امبارح اللي امتد 3 ساعات تقريبا، ونقارنه ببعض اللقطات اللي قالها عبد الفتاح السيسي قبل كده في سياق آخر، لكن الكلام تقريبا واخد من بعضه. نشوف أول فيديو كده ومرتضى منصور بيستحضر روح السيسي وهو بيقول له أنت دارس الكلام ده، أنت دارسه. نتابع. مرتضى منصور كان بيتكلم عن نفسه ان هو الرئيس الوحيد اللي بيفهم، ويجي لي واحد يقول لي مش عارف ايه، انت فاهم الكلام ده؟ انت فاهمه؟ عبد الفتاح السيسي لما قال لنائب البرلمان بتاع دمياط انت دارس الكلام ده، انت دارسه. الحقيقه مش عارف مين فيهم بيقلد مين، لكن زي ما قلت لك هو توأم ملتصق. بعدين مرتضى في خطابه امبارح ايضا استحضر روح السيسي في انه شريف قوي وامين قوي ووطني قوي ومخلص قوي. نتابع. ولا وصايا على مجلس الاداره الا طريق ربنا سبحانه وتعالى وامر ربنا. امين معاكم وامين عليكم، واللي هيحاسبني مين؟ ربنا. هو ربنا وضميرنا
وانا امين قوي وشريف قوي وكويس قوي. ما بين السيسي ومرتضى الحقيقه كان في متشابهات كتير، لكن دول ابرز اللقطات اللي عرفنا نلاقيها. لكن لقينا حاجه غريبه شويه، ويمكن دي اللي هتقدم لنا للامبوسيبل اللي بقى اي بوسيبل. الحقيقه عند السيسي في واحد امبوسيبل بيخليه اي بوسيبل اسمه كامل الوزير، وعند مرتضى في برضه واحد امبوسيبل بيخلي كل حاجه اي بوسيبل اسمه احمد مرتضى. تشاء الاقدار عزيزي المشاهد انه يقف احمد مرتضى ويقف كامل الوزير نفس الوقفه على خريطه مختلفه، تحسه نفس الشخص. عشان كده بقول لك ان التوأم ملتصق. اعرضوا لنا كده فيديو احمد مرتضى وهو واقف يشرح على الخريطه انجازات ابوه. ده عزيزي المشاهد مش كامل الوزير وهو بيقول امبوسيبل تو اي بوسيبل، ده احمد مرتضى منصور وهو بيتكلم على ابوه. طب نروح بقى من الخريطه دي والوش ده لوش ميري بقى، سيبك من المدني، نروح بقى للفريق كامل لو سمحت. اعرضوا لنا الفريق ايوه خريطه مشابهه وكامل الوزير هو اللي واقف بيتكلم في الامبوسيبل اللي خلاه بوسيبل. مرتضى منصور وعبد الفتاح السيسي وجهان لعمله واحده فاسده، عمله قمعيه، عمله سليطه اللسان، عمله ليس لها شعبيه ولا يحبها احد، لكنها مفروضه فرض يعني بقوه البلطجه والدبابه. ده ما بين مرتضى منصور وعبد الفتاح السيسي. نرجع بقى لسياده الفريق كامل او الوزير كامل او كامل عادي يعني، اللي امبارح قال لك انه الرئيس العظيم في واحد اجنبي قابله فقال له انتوا الرئيس بتاعكم خلى الامبوسيبل اي بوسيبل. والحقيقه امبارح لحقناها في اخر الحلقه كده، لكن النهارده كان لازم يعني نفتح المجال لحضراتكم. ايه رايكم يا جماعه بعيدا عن السخريه بقى من الانجليزي ومن الكلام ده كله، لا بجد ايه رايكم؟ هل عبد الفتاح السيسي عمل لنا حاجات مستحيله فعلا خلاها اي بوسيبل؟ ها؟ فريق اخر كلام وقسم الاشرار اللي موجود فيه بيستعيد مره تانية الجانب الشرير اللي عنده اللي كان زمان يعني بيتحفنا بيه، كان بطل بقاله فتره تاب فرجع مره تانية. في شخص في فريق الاعداد عندي شرير جدا فرجع مره تانية يشتغل في قصه الشر اللي جواه بدا يطلع، فقرر ان هو يجيب المستحيلات اللي عملها عبد الفتاح السيسي اللي هو كان الحاجات اللي هنشوفها دي يا جماعه كان مستحيل نفكر فيها من 10 سنين قبل السيسي. الحاجات اللي هتشوفها دي كان مستحيل والله، لو كان اي حد في يونيو 2013 اتكلم مع اللي جنبه وقال له الحاجات اللي هتطلع دي كان هيقول له يا عم انت مجنون ولا ايه، مصر ايه اللي هتبقى كده. لكن مع الامبوسيبل اللي خلاها اي بوسيبل كل حاجه بقت بوسيبل الحقيقه. طلعوا لنا يا جماعه مستحيلات السيسي اللي حققها في مصر. الدولار ب 41 جنيه في السوق السوداء وفي سوق العقود الاجله من 10 سنين بس قبل الراجل السيسي مان ده على شكل باتمان يعني ولا سوبرمان، كان الدولار ب 6 جنيه و70 قرش. فجأة كده بقدرة قادر، انا كنت واقف زيكم على رأي خالد الصاوي في فيلم بتاع اسمه ايه ده؟ أحمد حلمي اللي هم كانوا ثلاثة مش فاكر اسمه الفيلم ايه. فجأة بقى 41 جنيه. تمام. طبق البيض بقى ب 120 جنيه، ده مستحيل كان يحصل في مصر، حصل بس في حكم السيسي. كيلو اللحمة بقى ب 450 جنيه. 450 جنيه كيلو اللحمة، مش ال 10 كيلو لا، ولا ال 8 كيلو ولا ال 5 كيلو لا، كيلو واحد لحمة في عهد السيسي بقى ب 450 جنيه، ده مستحيل. الدين الخارجي بقى 163 مليار دولار بعد ما كان 43 مليار. دي حاجه امبوسيبل بقت اي بوسيبل جدا يعني بطريقه كامل الوزير. كيلو الفراخ كان امبوسيبل ب 7 8 جنيه بقى ب 140 جنيه، بقى اي بوسيبل. بقينا ادنى دخل شهري في العالم في المركز 102 عالميا او 101 عالميا من 102. الجنيه المصري وضعه بقى ايه؟ نشوف كده الحاجات التانية اللي كانت امبوسيبل اللي بقت اي بوسيبل برضو. الجنيه سادس اسوأ عملة في العالم في عهد السيسي. مصر مساحتها قلت 113 كيلومتر اللي هم تيران وصنافير، ده من 10 سنين كان امبوسيبل، دلوقتي بقى اي بوسيبل. انا بحاول اقلد كامل الوزير والله. الكنافة واللحمة والحج والاضحية وحفلة ويجز بقوا بالتقسيط. الكلام ده كان مستحيل يحصل الا في عهد فخامته. 85% انخفاض استهلاك اللحوم يا جماعه للشعب المصري. نصف الحد العالمي للفقر المائي 500 متر مكعب. خلاص الميه رايحه مننا. انتوا عايزين ايه تاني؟ يعني يا مصريين انتوا ليه الجحود اللي عندكم ده؟ كل دي كانت حاجات امبوسيبل. والراجل قال للفريق كامل، الراجل خلاها اي بوسيبل. فاحنا بنسال حضراتكم النهارده ايه المستحيل او الامبوسيبل اللي السيسي حققه في مصر وخلاه اي بوسيبل؟ لو حضرتك عندك اجابه يا ريت تشاركنا في الرسائل او في الاتصالات على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم.
نبدأ كده مع الرسائل. معنا مين؟ طب نبدأ مع مصطفى الأول من مصر. ازيك يا مصطفى؟ مساء الخير يا دكتور أسامة. مساء الفل، ازي حضرتك؟ اخبارك؟ الحمد لله بخير. دكتور أسامة، طبعا في مستحيلات حصلت، انا مش عارف انت احنا مش حاسينها ازاي. اتفضل. في مستحيلات ان الجنيه ده كان ب 97 قرش بقى ب 22000 جنيه. في مستحيلات ان مصر اتقزمت في كل شيء. في مستحيلات ان احنا ما عندناش تريليونات عشان نصرف على التعليم والصحه، اللي احنا عمالين شقه قلبنا بقالنا 10 سنين نقول هي دي الاولويات. هو في مستحيلات ان الناس مش لاقيه تاكل ومش لاقيه تعبر. وفي مستحيلات من تقديم دور مصر على المستوى الفني والادبي والثقافي والاداري. هو في مستحيلات ان ما حدش ابدا، الاعلام كلها مقصوفه والناس كلها المحترمه قاعده في السجون. هي دي تحويل المستحيل الى امبوسيبل زي ما قاله الدكتور كامل. بس كده. طيب معلش يا مصطفى، عايز اسالك على حاجه، لانه انا جايه لي رساله دلوقتي مهمه قوي نتكلم فيها. هو حد بيقول لي انا رايي ان الاستقرار فوق الجميع، وجودك مهم يا اسامه لان مفيش معارضه من جوه مصر ما بين الناس اللي بره اللي بيعارضوا، انت اللي شكل خطابك ومضمونه ليه ايمج، بتعرف تبقى رسمي بطريقه وديه، بيطلع مشهد لائق اعلاميا. لكن انا ضد خطاب هدم الثقه في الدوله، لان ده بيعرض الاستقرار للخطر. عارض في اطار الدوله، وخلينا نكون مصلحين لمصلحة الجميع. مصر مش حمل فراغ سلطة لمدة يومين، مش عدة أشهر، أفلا تعقلون؟ إيه رأيك يا مصطفى في الكلام ده؟ أنا مبسوط منك قوي إن حضرتك سألتني السؤال ده. الله يخليك، الله يمسيه بالخير الشيخ حازم، كان هو اللي بيقول الموضوع ده. لأن الحقيقة أنا رافض تماما مبدأ المقايدة، زي ما بيقول لك امبارح الأكل والشرب مش مهم. أيوه. المهم الاستقرار. لا، هو في دول كلها واللي شايفينها حوالينا عاملة الاثنين. وبعدين احنا ليه نشبه الشعب المصري انه مفجوع؟ لا، الاكل والشرب ده المفروض اساسيات خلصت منها الدول بقى لها 100 سنه مش هنتكلم فيها. توفير ومتوفير دي وظيفتك انت يا استاذ اللي ماسك الدوله. وبعدين ما تقوليش حضرتك دلوقتي ان ده قصاد ده، مفيش حاجه ده قصاد ده، مفيش حاجه اسمها هعالجك بس مش هعلمك، هاكلك بس هقهرك، مفيش كلام من ده. طب ليه يا مصطفى؟ ما هو اي دوله ليها اولويات انفاق يا مصطفى. دكتور اسامه معلش يا مصطفى، بس النقطة اللي أنت بتقولها، أي دولة ليها أولويات إنفاق؟ أولويات الصرف كانت الصحة والتعليم، إحنا مش هنخترع العجلة يا أستاذ يا دكتور أسامة. مش هنخترع، لأن الحتة دي بتاعت المقايضة إنك أنت والله إحنا هنأكلك وهنعمل لك استقرار. لا يا حبيب قلبي، أنت المفروض إن حضرتك بتعمل لي استقرار وأمان، ده أساسيات في الدولة. إنما تعمل لي تعليم جيد، تعمل لي صحة جيدة، ما تصرفش على مشاريع وهميه هيستفيد منها 5% من المجتمع. كل دي رؤيه، الرؤيه دي ما اتحققتش. ما تجيش النهارده تقول لك اجيب لكم منين. لا، ما فيش حاجه اجيب لكم منين. مصطفى انا الحقيقه بشكرك جدا. هو لازم نتحاسب على اللي تم اهداره. صحيح. وحتى اذا كنا مش هنبص على اللبن المسكوب ونبص لقدام شويه، فاحنا عايزين اداره جيده. لان جميل. مصر كبيره مش صغيره، احنا اللي قزمنا مصر، انتوا هم اللي قزموا مصر. جميل. وصغروها في جميع المناحي. أنا بشكرك جدا يا مصطفى، مداخلة من أهم المداخلات في برنامج آخر كلام. ليه؟ لأن مصطفى بيهد أسطورة المقايضة اللي هو إيه؟ لا، ما هو أنا أصل مش هعرف أعلمك، يا تاخد كباري وبنية تحتية يعلمك وأعمل لك الصحة. يا بيه، ده أساسيات. التعليم والصحة والأكل والشرب ده أساسيات أصلا، ده مش منا وفضل منك. عشان كده مكالمة مصطفى دي مكالمة تاريخية. مكالمة كده وثيقة من الشعب المصري. انه الناس فاهمه انت بتعمل ايه، الناس فاهمه ان انت بتقيدها بحقوقها الاساسيه في الحياه، وانت وظيفتك توفر الحقوق الاساسيه اللي هو الاكل والشرب والتعليم والصحه. امال انت جاي تعمل ايه؟ يعني انت اشتغلي ايه؟ سواقه؟ انت جاي تعملي ايه يا عبد الفتاح؟ انت مش جاي تبني عاصمه اداريه يا حبيبي، انت جاي تاكل وتشرب الناس وتعلمها وتعالجها. ما بتعرفش تعمل ده تمشي، تبقى انت انسان فاشل، تتحاسب زي ما مصطفى بيقول. بشكرك يا مصطفى جدا والله. معانا حنفي من مصر، اهلا بيك يا حنفي. الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوعى تنزل مصر يا مش هنزل، ما تخافش. اوعى تنزل مصر، علشان لو نزلت مصر هتموت من الجوع. بكلمك حرفيا والله، الراجل ده من ليه؟ هلش حرفيا. صدقني. لان احنا عايشين في ظل.
ودمك والله كل حاجه مرتفعه وانا قاعد من غير عمل. والله قاعد بحرفيا من غير عمل. فبسالك وبسال زمايلك سال عليكم المدح. البلد دي عاوزه راجل متعلم. البلد دي عايزه واحد متعلم مش واحد جاهل. الشيء دي بتاعه ايه ده؟ ايه الشيء دي بتاعه؟ خدوه على بلد يبقى رئيس دوله ازاي؟ ده يبقى رئيس دوله ازاي؟ ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعضيهم. بيتوه وهو بيتكلم. والله يا راجل اهطل. والمصحف راجل اهطل. من غير شتيمه يا حنفي لو سمحت. معلش هو انا بخرج عن النص سامحني. احنا 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 في اخر بنتحدث بطريقه الشتيمات. بطريقه جمال عبد الناصر، احنا ماشيين في الاديه الثالثه يا دكتور. الاديه الثالثه من الزمن. طيب. بشكرك جدا يا حنفي، شكرا جزيلا. احمد من مصر، اهلا بك يا احمد. دكتور اسامه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يا دكتور اسامه، للشعب المصري داخل على مجاعه جامده جدا. المواني المصريه محتاجه 5.5 مليار دولار عشان تفك اسر البضائع الموجوده فيها. ده احنا داخلين على سواد ما في بعد سواد لسه يا دكتور اسامه، غير 2.5 مليار ديون بعزه السداد في نص الشهر ده. يعني عايزين 8 مليار دولار هيجيبهم منين؟ هيجيبهم منين المجرم ده؟ ربنا ينتقم منه. دكتور اسامه، عبد الفتاح السيسي المستحيل اللي عمله في مصر ان السجون اللي بناها ولسه هيبني 6 سجون في مدينه 15 مايو تمام؟ بدل ما يبني البني ادم ويبني المواطن المصري ويشوف له حياه كريمه في الصحه والسكن والوظيفه، لا ده دمره نفسيا يا دكتور اسامه. المواطن المصري متدمر ومتحطم نفسيا. ده احنا لسه داخلين على ايام زي الطين. الراجل ده متخلف عقليا، استحاله ده يكون بيفكر. مش ممكن يكون ده بني ادم ابدا والله، استحاله. استحاله يا دكتور اسامه. عايز بس ابلغ ابو محمد اللي هو بيتكلم، راجل محترم جدا وبعزه جدا، بيقول لك الناس بتدور على الاكل والشرب. ايوه يا ابو محمد، كلام الحريه اللي انت بتتكلم عليه ده لسه مش دلوقتي. ليه بقى؟ لان في ناس ما زالت مرتبه لا يتعدل 600 جنيه او 500 جنيه، مش جاي 8 كيلو ده. طب الناس دي هتعمل ايه يا ابو محمد؟ الناس مش لاقيه تاكل والله، والله الناس ما لاقيه تاكل. اقل واحد دلوقتي عشان يعيش مش اقل من 20,000 جنيه ويبقى يا دوبك عايش على قده، مش قادر تمام؟ انما المجرم ده دكتور اسامه يعني مشاريع ايه اللي عملها؟ عمل كل حاجه مستحيله ما تفيدش المواطن المصري الفقير. انا استفاد ايه بالعاصمه الاداريه ومدينه العالمين والمونريل والكلام ده؟ بشكرك جدا يا احمد، شكرا جزيلا. علاء من مصر، اهلا بيك يا علاء. اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الاول نقول مساء الخير على الناس الجميله. مساء النور. دكتور بجد مصر اتدمرت. ايه المستحيل اللي عمله السيسي؟ جايب اجنده نفذنا في ده صح؟ جايلنا اكتر ما احنا مديونين. عيالنا بقوا جهله. العيل دلوقتي بقول اعدادي وثانوي اقسم بالله ما بيعرف يقرا ولا يكتب. منع علينا الاكل. المرتب 2000 و2000 ونص واللحمه ب 450 جنيه. الاول كنت بجيب 2 كيلو لحمه، دلوقتي بجيب نص كيلو مثلجه كمان. ده المستحيل. المستحيل بيرمي فلوسنا في كباري متشققه. المستحيل بياخد مننا الضرايب ويرميها في كروش العسكر. المستحيل يا دكتور، المستشفيات اللي عندنا متدمره، مفيش اجهزه، مفيش معدات لحالات لو حاله دخلت اي مستشفى حالات حرجه بيسيبوها تموت. المستحيل شركاتنا بتقع. المستحيل اصحاب الشركات تطرد العمال بتاعتها عشان مفيش مش عارفين يجيبوا معدات من بره. كل دي مستحيلة. ونفذ الخطة بتحصل على أكمل وجه ونقولها لمليون مرة. ده قطر عاوزة تشتري تدخل بنسبة 30% من الفنادق المصرية، قلنا لمليون مرة. الفنادق دي أو أي حتة في مصر سواء قطر أو الإمارات أو السعودية اشتريتها، كل ده هيرجع لمصر تاني عشان الراجل ده هيقوم عليه قومة جامدة. وأقولها بيان من مدرسة الحياة من في كلاب هاوس، يا ريت تدعي الدكتور طاهر الشرقاوي هيعرفك اكتر واكتر. احنا نازلين حراك قريب، هتساعدونا ولا هتسيبوا مصر تنهار؟ لو الراجل ده حاكم محاكمه ثوريه يا دكتور والله العظيم تيران وصنافير وكل حاجه اتخذت منها هترجع لنا. بس لو اتعملت انتخابات
سوى 7 أو شهر 1 قسما بالله ديوننا دي هتتراكم وهتبقى تزيد عليها أكتر وأكتر. شكرا جزيلا يا علاء. أشكرك وضحت وجهة نظرك. معنا أحمد من مصر. أهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا أحمد. أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا وسهلا. عامل إيه يا فندم؟ تمام؟ الحمد لله. يا باشا إيه اللي ما عملوش السيسي في مصر والمستحيلات؟ يا ريت ما حدش يقفل السكة يعني. اتفضل. إيه اللي ما عملوش السيسي في مصر؟ هو السؤال قدام حضرتك على الشاشة، إيه المستحيل اللي السيسي حققه في مصر؟ أنا بسأل أنا ما تسألنيش عندك إجابة على السؤال؟ ليه؟ أنا عندي إجابة يا فندم. شفت اللي حصل في مصر في العشر سنين دول عمره ما هيحصل يا فندم. اتفضل احكي لي إيه اللي حصل في مصر؟ يا فندم أول حاجة حصلت في مصر، هي الأمن والأمان بتاع مصر. ممتاز. عندك دليل إنه ما فيش أمن وأمان في مصر؟ كمل بس يا أحمد، سيبك مني ما تسألنيش، قول لي أنت إيه، أنت شايف إيه اللي حصل في مصر؟ احكي لي. يا فندم أنت كاتب إيه المستحيل اللي السيسي حققه في مصر؟ كويس. أنا عايز أسأل حضرتك أقول لك إيه هو اللي ما حصلش في مصر؟ طب ما أنا بقول لك يا أحمد بص يا أحمد، بص يا أحمد بهدوء عشان في متصلين تانيين، خليهم يتكلموا معاك. سيبك مني ما تسألنيش لأن أنا مش هجاوبك على حاجة، أنا بسأل حضراتكم الفقرة دي عشان أنتوا تتكلموا مش عشان أنا أتكلم. إيه المستحيل للسيسي حققه في مصر؟ أنت جاوبتني وقلت لي الأمن والأمان، إيه تاني؟ قول لي إيه تاني السيسي عمله في مصر؟ يا ريت حضراتكم تسيبوا مصر في حالها عشان مصر داخلة على خير، يا ريت. أحمد انت لسه موجود صح؟ معاك سامعك. هو انت لما بتقول لي سيبوا مصر في حالها، احنا مين؟ انتوا يا فندم بتعفننوا على مصر كل مين؟ مين احنا؟ بتقولوا هو ما عملش حاجه، هو ما عملش حاجه، احنا مين حاجة يا احمد؟ احمد احنا مين اللي بنعفن على مصر؟ انتوا المنشقين يا فندم. منشقين عن مين؟ المنشقين عن مين؟ منشقين على مصر كلها يا فندم. مين اللي قال لك ان احنا منشقين عن مصر؟ ينفع انت يا فندم الجنسيه بتاعتك مصريه وبتحارب بلدك؟ ينفع؟ انا جنسيتي مصريه زيك بالظبط يا ابو حميد، ايه الفرق بيني وبينك؟ مش فاهم. طب يا فندم ازاي انا مصري زيك؟ طيب. انا مصري زيك احارب بلدي ليه؟ او مين قال لك ان انا بحارب بلدي يا ابو حميد؟ انا لما اقول ايه المستحيل اللي السيسي حققه؟ انت طلوعك انا اول مره اطلع بالمكالمه التليفون على الشاشه، وانا مبسوط والله انك موجود وعايزك تكمل، اوعى تقفل، انا عايز اتناقش معاك بهدوء والله. يا فندم طلوعك على الشاشه وعتمامتك لنظامك، اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ده جاي بصوت وجاي بالبرلمان وجاي بالصوت. ايه هو الغلط اللي عمله الراجل ده؟ ما عملش حاجه، ده حارب السيسي وحارب السيسي جاي بالبرلمان وبالانتخابات. احمد راجل جاي رسمي السيسي، جاي واحد انه مش جاي رسمي. السيسي جاي رسمي بجد؟ طبعا. هو في 3/7/2013 ايه اللي حصل يا احمد؟ يا فندم انت في حد فهمك مصر دي غلط؟ محترم ليك يعني. انا حد فهمني مصر غلط؟ انا حتى الان بتناقش معاك نقاش عادي يعني، لو سمحت يعني. انا بتناقش معاك والله عادي جدا، بس انت مفترض افتراضات غريبه قوي يعني. انت يا فندم انت لما يطلع لك مواطن يقول لك انا ما بجيبش كيلو اللحمه كذاب، اقسم بالله كذاب، بياكل لحمه كل يوم يعني. انتوا ما بتشوفوش غير الهم والغم. ما امبارح فاتح، ما انت موجود اهو يا احمد. احمد يا حبيبي انت موجود على الهواء وبتدافع عن الرئيس، يعني انت ليه بتهاجم التانيين يعني؟ انا فاتح. بص يا احمد، احمد بص يا حبيبي، بس عشان استنى عشان بس واضح ان انت يعني يا اما ما شفتنيش قبل كده يا اما ما تابعتش البرنامج قبل كده. انا فاتح الاتصالات دي عشان اي حد يدخل. جميل جدا، وانا مبسوط جدا ان انت موجود، عشان كده عايزك تهدى. ليه؟ عايزك تهدى بس، استهدى بالله يا عمي، خلينا نقول كلمتين. عايزك تهدى، سيبك من قصه الاتهامات وانتوا عايزين مصر وانتوا ما فيش الكلام ده خالص، طلعوا. انا مواطن مصري شغال صحفي، انت مواطن مصري ليك راي ممكن يكون مختلف عن ناس كتير بتتصل، عايز تدافع عن الرئيس، عايز تقول ان هو رئيس كويس، اتفضل. انا هسكت خالص، قول لي عبد الفتاح السيسي عمل ايه كويس او مستحيل في مصر، وانا مش هقطعك، بس كلمني عن السيسي واللي عمله. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بينا، مالكش دعوه باللي بيتصلوا، قول رايك
قدامك دقيقة احكي فيها اللي انت عايزه عن انجازات السيسي، ومعانا محمد من مصر هيكون موجود ويرد عليك وانتوا تناقشوا مع بعض. اتفضل يا احمد. فندم، انا اول ما نزل حكم الاخوان في مصر كنا في رعب، محدش يقطعني، بس كنا في رعب، كنا في ظلمة، كانش في وقود، البلد ظلمت، ما كانش في نور، الاموال ضاعت، الاحتياطي باظ، البلد دمرت. لما جه عبد الفتاح السيسي ومسك مصر شفنا النور، بدانا نمشي في الشارع بالليل. انا نمت في الشارع يومين بعربيتي وراكن، ما حدش قال لي انت مين. خير في البلد. البلد امبارح فتح 40 مينا، انت ما شفتهمش امبارح؟ بتشوفوا الناس المتسولين بس اللي هم بيتصلوا هند مع ارقام وهميه بيقول لك انا ما باكلش لحمه بس. خلصت يا احمد؟ خلصت ومستني منك الرد. جميل جدا، انا مش هرد عليك بس انا معايا متصلين تانيين ممكن يتناقشوا معاك. انا بشكرك جدا بكل. انت اتكلمت على، خلينا الخص اللي انت قلته عشان اللي هيبقوا معانا يعرفوا انت اتكلمت في ايه. الامن والامان، ايام حكم الاخوان ما كانش فيه كهرباء، كانش فيه امن وامان، كان فيه مشاكل في الاقتصاد، السيسي وصل الحمد لله كل حاجه تمام وانت مبسوط جدا، ممتاز. معانا فتحي من مصر، اهلا بيك يا فتحي. فتحي وطي التلفزيون لو سمحت. ايام حكم الاخوان ما كانش فيه كهرباء، كان فيه امن وامان. يا فتحي وطي التلفزيون. يا استاذ فتحي. معانا فتحي من مصر. ايوه. فتحي موجود. فتحي وطي التلفزيون لو سمحت. الو، مساء الخير. مساء النور يا فتحي. الو. يا فتحي اهلا بيك، انت على الهوا. انا سامعك كويس جدا. طيب شكرا جزيلا يا فتحي. محمود معانا، اهلا بيك يا محمود. محمود من مصر. محمد من مصر. مين يا جماعة اللي معانا؟ محمود ولا محمد؟ ألو؟ أنا سامع صوت أنا بس. ألو، مساء الخير. مساء النور. ألو، مساء الخير. مساء النور. ألو، محمد ولا محمود؟ ألو، ألو، يا ألو؟ محمد أهلا بيك. ألو، ألو، محمد من مصر. اتفضل يا محمد، أهلا بيك. الو، الو، محمد اطفي التلفزيون. أيوة لو سمحت يا محمد. مساء الخير. مساء النور، اطفي التلفزيون لو سمحت لان احنا كده بنضيع وقت بعض. انا هرد على الاستاذ احمد من فضلك. اتفضل، الاستاذ احمد موجود معانا على الهواء. هرد على الاستاذ. طيب شكرا جزيلا يا محمد. منى من مصر، اهلا بك يا منى. السلام عليكم دكتور اسامه. عليكم السلام، اهلا وسهلا. بارك الله فيكم وربنا يحيي جهودكم ان شاء الله. الله يخليك. دلوقتي سمعتي الاستاذ احمد اللي عمله؟ لا ثانيه واحده. ألو؟ انا عايز بس حضرتك أتفضل. الاستاذ احمد معانا على التليفون، هو شايف انه السيسي عمل امن وامان، ايام حكم الاخوان ما كانش فيه كهرباء، دلوقتي فيه كهرباء، هو ماشي مش خايف من اي حاجه، الاوضاع افضل بكتير جدا. فلو حضرتك عندك رد على اللي احمد قاله، هو موجود معانا على التليفون عشان يتناقش مع حضرتك، اتفضلي. طيب بص يا استاذ، معلش انا اسفه ناسي اسمه. استاذ احمد، هو حضرتك الامن والامان بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ما فيش حرب مثلا زي ليبيا وزي العراق وزي اليمن، حضرتك تقصد كده؟ الامن والامان ان انا امشي واقول رايي بدون ما يتقبض عليا واتحبس واتعذب عذاب، يعني ابليس نفسه يخجل منه، يتواضع وينحني ابليس للعذاب اللي تعذبه المواطن المصري والبنت المصريه في السجون.
فده مش امان حضرتك اللي بتتكلم عليه. امان ايه اللي بتتكلم عليه؟ ثانيا الانجازات و و و و الانجازات حضرتك بتقدر بان انا احافظ على مقدرات الوطن واعمل مشاريع مليارات، ايوه، بس تكون عايد عليا بناتج، بدليل ان في ازمه دولار دلوقتي وفي ديون. الانجازات ايه حضرتك؟ ان انا افرض في ارضي ناس اقسمت ان هي تحافظ على سلامه الوطن وسلامه اراضيه، تفرق في الوطن تراب ورا تراب ورا تراب، ناس بتبيع الوطن. هو ده الامل اسس بيه؟ هو ده الامل حضرتك اسس بيه ان الاجيال اللي جايه كلها بتغرق في الديون واحنا سايبين لهم ارث من الديون، ارث ثقيل؟ هو ده الامان اللي حضرتك تتكلم عليه؟ المسألة مش مسألة أكل وشرب. المصري بيقدر يجوع كويس جدا بس يبقى شايف فلوسه رايحة فين وبتعمل إيه وبترفع البلد إزاي. بلدنا فيها ثروات لكن بتتسرق وبتتنهب. مفيش حد جه مسك مصر من 52 وقلبه على البلد، قلبه على الطفل إن هو يتعلم، قلبه على كل مصري إن هو يكون في صحة جيدة. كل واحد بيمسك منصب بيشوف هو هيهبش منين. ازاي حضرتك الاراضي اللي بتتباع وتتخصص للجيش علنا بالتعيين، ازاي حضرتك دي ارضي مين؟ دي مش عايز بتحد عشان تتوزع بهذا الشكل، واحنا قاعدين ساكتين بنقبل انتهاك اعراضنا في السجون، بنات واولاد ورجال. ازاي حضرتك امان ايه الناس اللي في السجن دي؟ وبعدين ازاي انا اقبل على فصيل بالكامل؟ أبص حرك، أنا مش إخوانية ولا أنتمي لأي حزب سياسي ولا عمري دخلت في أي حاجة سياسية، بس حاجة بالعقل وبالمنطق، إزاي أقبل إن فئة معينة من المصريين تتهم كده بالكامل، ومنها دكاترة وأساتذة وحافظين قرآن وناس محترمة جدا إنهم مجرمين أو إرهابيين؟ إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ إيه الأمان اللي بتتكلم عليه؟ وإيه الاقتصاد اللي بتتكلم عليه؟ احنا بقى غرقانه في الديون، مفيهاش تعليم. انا بيجي لي ناس في ثالثه اعدادي مش بيعرفوا يكتبوا اسمهم، منظومه فاشله، تعليم فاشل. هما دول اللي هيمسكوا مستقبل مصر؟ هما دول اطفالنا؟ احنا مش بنتكلم مصر مش فقيره، مصر مسروقه. وفين الحاجات الوهم اللي كان بيقول؟ وبعدين حضرتك مع ما لو سمحت حضرتك دكتور اسامه، في حاجه مهمه جدا عايزه اتكلم عليها. ده مش اسلوب رئيس دوله في خطاباته اطلاقا، ده بيلعب على السيكولوجي بتاع المصريين. انتوا فقراء قوي، احنا جعانين، احنا مش لاقيين. احنا ازاي مش لاقيين وبنبني قصور؟ ازاي مش لاقيين وبنبني عاصمه اداريه؟ ازاي مش لاقيين وعمالين نبني كباري؟ كل ده عن تيكت بترجع في جيوب الجيش، ما بتقعدش على البلد في أي حاجة. فين حضرتك الاقتصاد؟ فين اللي بيتصدر؟ ووعد بعد 10 سنين حكم لسه هنزرع ولسه هناخد بالنا من الصناعة؟ فين حضرتك الحاجات اللي بتتصرف فيها المليارات اللي تقوم البلد على رجليها؟ الحديد والصلب، الفوسفات، زي ما كنا بناخد في الجغرافيا زمان. أنا أكبر منك يا ابني بكتير، أنا جدا. فين الجغرافيا اللي كنا بناخدها؟ القطن الابيض ناصع البياض طويل تيلا نعمل ملمس، فين قطننا؟ فين فوسفاتنا؟ فين الرمله بتاعتنا اللي كانت كريستال معروف، رمل سينا؟ فين لو في حد قلبه على البلد دي؟ ايوه اصرف مليارات بس في حاجه تجيب عائد وتشغل الشباب. ودلوقتي بيعمل مشاريع باسم الجيش ويشغل فيها العساكر صخره، يعني حتى ما جابش الشباب يشغله. ده حضرتك بدل ما يستعد للانتخابات الرئاسية، ده المفروض يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى. واحد المفروض يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى، يرشح نفسه للرئاسة؟ فين المصريين؟ فين المصريين؟ فين قابلين انتهاكات العرض؟ بنات ورجالة قابلين السرقة علنا، ذهبنا وبترولنا وأرضنا، قابلين كل وقتل ولادنا واستشهادهم على الحدود. هو في ايه يا دكتور اسامه؟ انا حزينه، انا بكي. عرفوا ازاي يذلون اللي بيشتغل على السيكولوجيه بتاعت ما فيش رئيس دوله يتكلم هذا الكلام. الدكتور مرسي الله يرحمه كان بيطلع عليه لميس و و و شويه، انا اسفه، الزباله دول، انا اسفه جدا في اللفظ، يطلعوا يقولوا ما يعرفش يقول كلمتين. هو كان خطيب مفوه حافظ القران، ده بقى اللي عمال يطلع يقول الكلام ده، بيعرف يتكلم؟
بشكرك جدا. يقولوا انت صغر قوي، احنا كذا احنا كذا. شكرا جزيلا لحضرتك. انا اسفه ان انا طولتك، واعتقد انها مداخله ايضا من اقوى المداخلات اللي حصلت. يعني في اخر كلام سؤال فين اللي كررته الاستاذه منى، سؤال مهم الحقيقه ومحتاج اجابات من النظام ومن الشعب اللي هي وجهت له بعض الاسئله. معنا محمد من مصر. انا احمد لسه معنا ولا قفل؟ طيب خير، احمد الخط قطع معاه. اتمنى ان منى تكون ردت عليك يا احمد. اما الجزء بقى اللي هو انتوا مش انتوا، انا رديت عليه كتير قوي في اول اسبوعين ثلاثه في اخر كلام، فمش عايز اكرر الموضوع تاني. احنا بنتكلم عن موضوع، فمش عايزين نقعد نشخصا ونتكلم، تجاوزنا المرحله دي من سنه فاتت فمش هنعيدها تاني. محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. محمد بابا. الو اسامه، ازيك؟ اهلا وسهلا يا سيدي، منور الشاشه وربنا كده احنا من وجودكم يعني، وربنا يخليكم ويجزيكم خير. ردا على السؤال اللي حضرتك بتقوله بتاع المستحيل اللي عمله السيسي، والله هو عمل مستحيلات كتير. يعني اول مستحيل انه يعني فرق ما بين الناس وبعضها في الاراء، وخلى الناس كلها يعني للاسف الشديد فاكره ان الانجازات الوهم اللي بيعمله دوت انجاز حقيقي، وفي الحقيقه هو وهم. فتلاقي البيت الواحد ناس منشقه، ناس معاه وناس ضده، فهو ده انجاز. انجاز انه يفصل ما بين الناس وبعضها، زي الشيطان اللي بيفصل ما بين الزوج وزوجته ويدخل البغضاء ما بين الناس، فهو نجح في كده. ده اول انجاز ومستحيل عمله فعلا، لان ده مستحيل انه كان يحصل في الشعب المصري. المستحيل الثاني انه يزود الريت بتاع صفر الكوادر وصفر المحترفين في كل المجالات عشان يسيبوا مصر ويعمروا بلاد ثانيه، والبلد تبقى موجود فيها العساكر اللي معمل لهم غسيل مخ وبينفذوا اوامره وبينفذوا كل التاسكات اللي بدها لهم. المستحيل الثالث انه طبعا يعني مش هنتكلم حدث ولا حرج عن الاقتصاد، انه دمر الاقتصاد اللي كان عمره ما نتوقع في مصر، ان يعني سامحني ان الكلاب بتنهش في لحم مصر يعني، والكلاب هم الدول مش 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 حد تاني يعني. فكل واحد معاه فلوس بالدولار من بره ولا عربي ولا خليج جاي ينهش في لحم البلد وجاي يشتري منها، وده كان مستحيل برضه يحصل لو الدكتور مرسي الله يرحمه، الراجل المفوه المحترم الله يرحمه، الدكتور الجامعي الفاهم اللي واخد دكتوراه اللي ما يعرفش عنها حاجه اللي معانا ده، كان يقدر يعملها يعني. فهو عامل مستحيلات. طيب انا بس عايز يعني، انا متفاهم اللي انت بتقوله، بس عشان انت قلت عبارتين ورا بعض حتى لا يفهم ان انت قصدك كده، ولو قصدك كده قول لي عشان اتحفظ. يعني انت قلت هو فتح البلد للكلاب تنهش فيها، وبعدين قلت دول الخليج، فانا مش عارف انت قصدك ايه. ايوه بالظبط، يعني هو اللي ساعدوه ودعموه في الاول هم كانوا عايزين البلد تقول كده علشان طيب. ياخدوا منها ارض ويشتروا فيها اسيتس ويبقوا يعني انا متفاهم اللي انت بتقوله، بس خلينا نتحفظ على وصف دول الخليج بالوصف اللي انت قلته بعد اذنك يعني. اتفضل كمل. سامحني لو ماشي. انا بقول يعني بس احنا يعني بلاش نذكر دول معينه، بس هم كلاب في الاخر يعني. هو الكلب انت مصمم يا محمد؟ انت مصمم؟ انا قصدي ان هم في الاخر كان لهم تارجت ووصلوا له عن طريقه، فهم ما كانوش هيقدروا يوصلوا للكلام ده غير عن طريق هو اللي معانا ده. يعني على راي الناس اقول لك يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا لك يا محمد من مصر، اشكرك. معانا نور الدين من المغرب، اهلا بيك. اخي اسامه، اهلا وسهلا وحياك الله استاذنا الفاضل. الله يخليك، وتوحشناك بزاف اخويا اسامه. اشكرك يا نور الدين، وشكرا على هذا البرنامج. واقول الاخ من مصر الذي قال لك بان ماذا تريدون من مصر، يا اخي هذا هو المشكل ديالنا في العالم العربي، كانه هذا الرئيس يعطي صكوك الغفران، صكوك الوطنيه باي حق؟ لا يجوز لاحد ان يشكك في وطنيه الاخر، البلد بلدنا، وبيننا وبينكم الديمقراطيه والصندوق الانتخابات. انا اقول لك برنامج السيسي كله مر في جمله واحده،
أول مرة أرى رئيس يقول برنامجه هو اصبر علي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نور الدين قبل أن تغلق. نعم. أحمد يرى أنني منشق ولست مصريا، فيعني يعني أوجدوا لي مكانا في المغرب لأن أحمد نزع عني الجنسية المصرية خلاص. أنا عرفتش أتدري ماذا سيقول أخي أسامة مثلا عني؟ أنا يقول ما بال المغربي يتكلم عن مصر. أنا مصر، أنا أحس أنا مصري، أنا مصري مغربي جزائري تونسي موريتاني أندونيسي يماني. نعم. هذه أمتنا، ارفعوا مستواكم، انظر إلى أوروبا، يقول أنا أوروبي، ذهب إلى إيطاليا، ذهب إلى إنجلترا، أين نذهب؟ ويكون الاقتصاد، ونحن ما زلنا نشكك. أسامة دكتور لو أراد أن يهتم بمصر لذهب إلى عيادته وتبع المال وتبع الجاه وترككم، ولكن يغار على وطني. وهكذا المصري الحر لا ينسى وطنه. انظر إلى بوتريكا كذلك، عنده المال وقنوات في قطر تترحب به، ولكن لا ينسى وطنه لأنه هو الوطني الحر، وهذا هو الوطني. شكرك يا نور الدين، شكرا جزيلا. وأنا عايز أقول لك أن مصر تتشرف بك والله وبأشقائنا في المغرب. محمد من إيطاليا، أهلا بك محمد. السلام عليكم دكتور أسامة. عليكم السلام. والله أنا بشوفك بتفائل من الدنيا في خير. ربنا خليك. أنا أنت حضرتك إعلامي إعلامي من أرقى الإعلاميين الموجودين في الوطن العربي. ربنا خليك. عندك طول بال وعلم وكل شيء، ربنا يبارك فيك، إن أنت تناقش الكيان السيساوي اللي هو محب السيسي، لأن هو أنا بعتبر دكتور أسامة عبد الأصنام. يعني كان حتى عبدة الأصنام أيام الجاهلية كان ما كانش فيه ربنا، ما كانش نزل لسه الديانات وكده، أما يعني دول أشد من عبدة الأصنام اللي هم كانوا أيام الجاهلية. بالنسبة لأحمد اللي اتكلم، الطرف الثالث يا أبو حميد، وإحنا انتهينا بقى من المويل ديت وكل الشعب عارف. يعني أنا حضرت صورة رجل وقعدت فترة الإخوان ما كانت بتقوم، لأن أنا كنت يعني كنت بحلم إن بلدنا تبقى زي أوروبا ونعمل ديمقراطية ونحط كل واحد في مكانه زي كل العالم ما بيعمل. لكن كان الطرف الثالث هو اللي جلن تنزيل قدام عينيا، جلن في الجبل قدام عينيا. طب بقيت في النور، يعني بالعقل والمنطق ما فيش دولة في العالم بحجم مصر اتفكت أزمة البترول، وتاني يوم على طول كان حاجزين، ودي خيانة عظمى، يعني دي خيانة عظمى. بالنسبة لسؤال الحلقة يا دكتور أسامة، فعلا عبد الفتاح السيسي عمل المستحيل. على فكرة الاحتلال الإنجليزي أمن مصر من ناحية مية النيل، أمنها، عمل المستحيل وضيع مية النيل متعمد بتوقيع على بياض. لا يمكن واحد من أم وأب مصريين يعمل فعل اللي فعله. كارثة كبيرة دكتور أسامة، والله كارثة كبيرة، ولسه الشعب المصري ما حاسش بها. لكن جاي احنا سلمنا المحبس للأثيوبيا وقالوها على قناة الجزيرة مع الأستاذ أحمد طه، ما قاعد يقول له المتحدث عن وزارة الخارجية الأثيوبية، قال له يعني انتوا سيادتك هتبيعوا المية بعد ما تبيعوا من السد؟ قال له لما لا، والمصريين ينسوا إن ديت في نيل هي وقت بحي. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا لك يا محمد، وضحت وجهة نظرك. معنا عبد الوهاب من فرنسا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. انا مش مصري ولكني عربي. اهلا وسهلا. وحبيت اقول لك انه المستحيل لسيسي حقه وحقه كل حكام العرب، مش السيسي وحده. المستحيل هم انهم دلونا، انهم خرجونا من اوطاننا، أنهم خلونا رغم أن تعلمنا، رغم أن قادرين نحقه، ورغم كل التراوات اللي عندنا في بلداننا، خلونا نجو نخدمه هنا في فرنسا وفي إنجلترا وفي أي بلد، نخدمه خماسين عند الناس هدول، مع العلم أنه نحن كنا قادرين أنه نخدمه هاد الناس. هذا هو المستحيل اللي داروا هاد الحكام. هاد الحكام المستحيل اللي داروا أنه ذلونا، أن أصبحت بلد مثل إسرائيل دويلة فيها مليونين أو نصف
يتحكموا في كل العرب ويدلوا في كل العرب، صابوا خونة من أهل الخليج وحبوا يدمروا الحضارات. العقد اللي كانت عندهم هاد الناس، هادو العقد اللي كانت عندهم أنهم ما عندهمش حضارات وما عندهم شيء، دمروا كل الدول الحضارية، العراق، اليمن، مصر، سوريا، كل بلد كان عندها تاريخ وعندها حضارات دمروها. طيب هذا هو المستحيل. بشكرك يا عبد الوهاب، وعايز أقول أنه يعني لكل دولة حضارة وتاريخ تفتخر به وتحبه، و يعني فكرة ان هم عشان دول معينة لا ما كانش عندهم حضارات، يعني خلينا نتجاوز هذه النقطة، لان لا اعتقد ان قصة ليها علاقة بان الدولة دي ليها حضارة او لا، ليها علاقة بحاجات تانية، ليها علاقة ان بعض الدول العربية بتخشى من فكرة ان الشعوب يبقى لها رأي، لان هي دول ملكية بالاساس، وبالتالي عندما يكون للشعب رأي او تنتقل عدوى الديمقراطية وعدوى الحكم الديمقراطي وصناديق الاقتراع فهو خطر على العائلات الملكية. واعتقد ان هذا كان السبب الرئيسي في دعم بعض الدول الخليجية على رأسها السعودية والامارات لعبد الفتاح السيسي في مصر والثورة المضادة في دول عربية اخرى. معنا مصطفى من مصر، اهلا بك مصطفى. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير. معلش انا عارف ان انا متصل متاخر، بس عقبال ما حضرتك بقى رنيتوا عليا. انا بس يا فندم، كنت عايز ارد على الاستاذ احمد اللي من مصر، اللي المفروض ان هو مصري معانا. انا بس عايز اقول له مساوئ الاخوان اللي هو ما عرفش يرد عليها. انا اقول له بقى مساوئ الاخوان، مساوئ الرئيس مرسي الله يرحمه ويسامحه ويجعله يا رب من الشهداء، نمره واحد، لما طلعت طيارتين حضرتك ضربوا غزة والراجل قال غزة ليس وحدها، وبعت رئيس الوزراء بتاعه جوه غزة بيتحدى الإرادة الإسرائيلية والأمريكية. فدي السيئة الأولى. السيئة الثانية هو مشروع النهضة بتاع قناة السويس اللي هو طبعا معمول في دبي، وحضرتك أدرى مني بالكلام ده، فما كانش ممكن ان دبي والسعودية هيسيبوا الراجل ده يكمل. الحاجة الثالثة والأهم من وجهة نظري، الحد الأقصى للأجور اللي هو كان عاملها 46 ألف جنيه ونص، فسيادة المستشار وسيادة اللواء اللي بيقبض بال 700 وال 800 ألف جنيه وبالمليون والمليون ونص شهريا، فما كانش ممكن ان هو حيوافق بال 46 ألف جنيه. دي حاجة. الحاجة في حاجة تانية سعادتك، اللي هي بقى ايه مميزات سيادة الرئيس المشير المبجل السيسي. انا اقول له بقى ايه هي مميزات السيسي. مميزات السيسي ان هو فرط في شريان الحياة، احنا درسنا كده شريان الحياة في مصر هو نهر النيل، الراجل فرط فيه، ده نمرة واحد. فرط في تيران وصنافير اللي المنقلب جمال عبد الناصر قال صنافير مصرية وتيران مصرية، ومع انه منقلب ولكن كان عنده شيء من الوطنية. الراجل اللي كان آسف بيقتل البنات في الشارع واحنا بنقول عليه وطني والناس عمالة ترقص. الراجل اللي خلى إزازة الزيت من 3 و4 جنيه بقت ب40 و50 و60 جنيه. هي دي انجازات السيسي اللي مفروض واحد زي الاستاذ احمد يفخر بيها. اشكرك وانا اسف على الاطاله. اشكرك جدا يا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا، وبعتذر لاشرف من هولندا لنهايه الوقت. انا بس جات لي رسائل كتيره قوي من ساعه مكالمه احمد بتقول لي اسامه انت ليه ما ردتش عليه؟ ليه ما ردتش في موضوع الاخوان؟ ليه ما ردتش في موضوع السيسي؟ ليه ما ردتش في الانجازات اللي قالها؟ لسببين. السبب الاول انه انا مش لازم ارد على كل حاجه بتتقال، مش لازم اقاطع كل واحد بيتكلم واقعد اقول له لا دي كذا، يعني هو الراجل لازم يعبر عن وجهه نظره للاخر. النقطه الثانيه وهو السبب الرئيسي بامانه، انه نظام البرنامج من اول يوم انا قلت لكم ان الفقره دي انا هحاول اتكلم قليل جدا واسيبكم انتوا تتكلموا، وهنحاول ان احنا نعمل نقاش على الهواء ما بين اراء مختلف. فانا كنت مهتم جدا ساعه محمد ومحمود لما الصوت ما ظبطش معاهم ان هم يدخلوا في نقاش مباشر مع احمد على الهواء، وكنا ندير نقاش وان احمد يبقى موجود واراء اخرى تدخل تتكلم معاه وتتناقش معاه. دي فكره اخر كلام، ودي فكره الاتصالات. انا مش فكره الاتصالات ان انا بس بستقبل اتصال وبقفل، لا، فكره الاتصالات ان يبقى في اراء اخرى، وان احنا بعد 10 سنين
اعتقد انه آن الاوان ان الناس تتكلم مع بعض وتتناقش مع بعض من غير ما تقول له انت خاين ومن غير ما تقول له انت سيساوي مش عارف من غير ما تقول له انت خروف من غير ما تقول له انت معزه من غير الكلام ده يا جماعه خلاص في واحد مقتنع بده سواء هو لجنه الكترونيه او بني ادم حقيقي مؤمن بده وفي واحد تاني مقتنع بده سواء هو مش عارف هم بيقولوا عليه خاين وعميل او فعلا انسان مقتنع انه معارض للنظام ده وانه نظام مجرم تعالوا انتوا الاثنين على الهواء في اخر كلام اتناقشوا فانا مش المفروض ارد على كل كلمه واقاطع كل متصل واقول له لا انا يعني سهل ان انا اعمل ده سهل ان انا اعمل ده بس من اول يوم في اخر كلام احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين نعمل ده احنا عايزين ان حضراتكم تردوا وتتكلموا وتتناقشوا مع بعض واعتقد ان احنا الحمد لله ناجحين في ده بنسبه كبيره معاكم يعني فاحمد اهلا وسهلا بيك مره تانية في اي موضوع ادخل واتكلم وقول لي السيسي احسن حد في الدنيا ويدخل مصطفى يرد عليك ويناقشك وفي الاخر نوصل لمواطن قاعد بعيد عن احمد ومصطفى هيقتنع في الاخر براي واحد فيكم وده اللي احنا عايزين نعمله في البرنامج ده تصبحوا على خير.